مولاي يا شهرباز، أما آن الأوان يا مولاي أن أقوم ولون أور وأروح يا ملك الزمان وأخذ شاور. هل جننت يا شهرباب؟ هل جف نبع الكلام والحكايات يا مسرور؟ أرجوك يا مولاي، أتوسل إليك يا مولاي. كيم أوفر، انتهى الكلام يا مسرور. أؤمر. سلم سيوفك ورحب اليوم برقاب ضيوفك. بمين؟ برقاب ضيوفك. يا عم أبا أنت بقى سلم سيوفك، كل يوم تبعتني ولمع في السيف ولا بتعمل حاجة. How you say that؟ إزاي عبد السود زيك بيتطاول عليا؟ أيوة مولاي، ما بطولش بس بقولك الصراحة، يعني على الأقل حال القرشين اللي أنا باخدهم منك، ولا عايزني أبقى منافق زي الباقيين؟ أنا خايف بصراحة ما يعني تقلف نظرها وما تستعنكش. مسرور، مسرور، أنت شايف كده؟ شور حبيبك ابن سوق وأنت فاهم، النسوان بتحب الشدية، شد شوية. حاضر. وعايز أطلب منك طلب بقى بصراحة. اتفضل. أبوس إيدك نام، أنت مرمطت كل اللي شغالين في القصر معاك. أهو ده اللي مش ممكن أبداً أبداً أبداً. ليه إن شاء الله؟ ولازم حدوتة قبل النوم، تعالى بس يا مولاي. ده الواد ميدو ابن اختي في نص الرضعة بيشخر في حضن امه، اسمع كلامي. أنا عايز أكلمك كلمتين من القلب للقلب. خدامك يا مولاي، أؤمر. أنت مالك شكلك مهموم ليه كده؟ فارفش فارفش. معاك سجاير؟ ولع ولع يا مولاي. خير؟ أنا شايفك مش مبسوط من الصبح، وقلت إن أنت هتقعد وتحكي لي. خير يا حبيبي؟ أؤمر. أنت عارف أنا بحبك قد إيه؟ عشان كده هقول لك على سر، والسر ده مفيش حد في الكون يعرفه، لأنه هيندفن معايا والتاريخ مش هيذكره. ربنا يديك طول العمر، توغشتني. خير يا مولاي، سرك في بير. أنا مش سهران كل ليلة عشان أسمع حواديت شهربات. لا أبدا، دي كلها مجرد حركات حركات. عندك حق يا مولاي، أنا ساعات بصراحة كده بلمع أوكر بسمع الحواديت، حاجة نفخ التنين بصراحة. برافو عليك، زي ما قلت نفخ التنين. مال معذبنا معاك ليه يا مولاي؟ مولاي بيتحكي له حدوته كله انطباع وفاكهة ومصاريف، ليه ده كله؟ لا تظلمني، لا تظلمني يا مسرور، فأنا مريض ومرضي غير عادي. ساتر يا رب، ربنا يشفيك. خير يا مولاي، قلقتني بجد. أنا عندي تبول لا إرادي. ساتر يا رب، لازم تقولها باللغة العربية، ما تقول بعملها على روحي يا مولاي. عادي، حقك، ودي مشكلة. افرش مش هم عاوز السرير سريرك، محدش هيحس بحاجه. صدقني مفيش طريق للحفاضات الا وسلكته. طب بقول لك يا مولاي، في حد من الهاوس كيبنج في القصر شم خبر بالموضوع ده عشان يبقى شكلك وحش قوي. اتنين عرفتهم شموا. ايوه حسن ومحمود. خلصت عليهم بايدي لانهم لسنوا عليا بالكلام وقالوا اشياء فظيعه. بعدين يا ويل اللي شم وما يكتمش. ده لازم يكتم، ده كفايه الوش ده في النور، ده الرعب، ده لازم يكتم يا مولاي. مش محتاج اقول لك ان انا بتاعك، سرك في بير. انا اللي حاسس في نفسي يا مسرور انه البنت شهربات زي ما تكون يعني مستصغراني. مستصغرك ايه وماسكه عليك زل؟ شكلها ماسكه عليك زل، انا بقرف عينيك كل حاجه. سيبك منها، تتقتل في السرير، انا عايزك انت تنبسط وانسى الموضوع ده. حق انت بتعمل كم مرة على روحك من غير ما تقصد؟ يعني 10-15. كتير قوي. ايه ده، خزان مية يا مولاي؟ طب اعمل ايه؟ كتير. حللت سكر؟ حللت. بقول لك ايه؟ مفيش حاجة. دي نصيبة. لا انا معاك، ما تقلقش، انا هاجي كل شوية بالليلة اصحيك، تقوم تظبط نفسك وتنام عادي ولا كأن في حاجة. من غير حفاضات؟ ولا حفاضات ولا الكلام الفاضي ده، عيب. تعالى بس نبدأ من دلوقتي، تحروق الحمام، خش كده أول مرة وهتبقى زي الفل. ما تقلقش يا راجل، هتعلب السجاير اللي معاك ابنك. هتعلب السجاير. والولاعة. وأنا كان نفسي في فاروزة زي دي، يعني لو اهو حديها لك. انا مش بقول كده عشان اللي انا سمعته، لا تكون بشتغلك ولا بستغلك، ده انا خدامك. يلا
عايز حاجه مني؟ لا سلامتك. اروح انا اظبط الاسره اشوف لو اكون حد بيرجع ولا حاجه. بسرعه يا مسرور. امرك يا سيدي، امرك يا سيدي. بص بقى يا مولاتي، من الاخر كده اقسم بالله لو عيرتي مولاي باللي انت فاهماه لخلي الجزارين تلم لحمك. وانا اشتكيت، ما انا سهرانه. يانا. ايه ده ايه ده، انت بتعيط يا مولانا؟ يا نهار ازرق، لما الملك يبكي الرعيه تعمل ايه؟ امال ايه شهرباز عمل، شهرباز سوى، وقصص واساطير؟ لا ابوس ايدك، انا عبد صحيح بس قلبي ضعيف، والنبي ما تعيط بقى. يلا احكي له حدوته، انا قاعد معاك اهو. جرى ايه يا مسرور؟ ما انت شايفني قاعده بسقط قدامك اهو. يا بنتي مش عايزه ينام، ده لو نام هيضيع هيبه الدوله. خلاص يلا. ماي دارلين شهرباب، زوجتي حبيبتي عشيقتي فلذة كبدي، ما وحشتكيشي. انت مكسوفة يا روح قلبي يا شرشورة يا أمورة، بالله عليك تقوليلي ما وحشتكيشي. في يا مولانا، في دكر قاعد معاك، وإيه الجو ده؟ مش لذيذة يعني، وفي طووس، في 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 دوش حواليك. واحدة واحدة. عيب. جرى ايه يا مسرور؟ وأنا قلت حاجة وحشة؟ أنا بسألها سؤال بريء، ما وحشتكيشي؟ ما وحشتكيشي؟ هو في ملك يقول ما وحشتكيشي؟ أنت ملك من محرم بيه يا عم؟ يا عم إحنا كلنا عبيد عندك، حس بذاتك وبنفسك بقى يا مولانا، احكي يا بنتي. كان يا مكان يا روح في سالف العصر والأوان، طبعا كان في إنسان غير أي إنسان، كان اسمه إيه؟ الشاطر مسرور. انت سرحت ليه؟ اوعى تكون في حاجه بتحصل. لا لا بفكر. افكر براحتك، بس اوعى انت فاهمني. ها يلا كمل يا حلو. ولان كان بيطير، كان بيساعد الفقير، كان بيجيب لقرايبه العيش. بقول لك يا مولانا، ما تنزل تجرب الحصانين اللي جبناهم لك جداد؟ في حصانين كده. حصانين ايه وخيل ايه؟ انزل جربهم اسمع كلامي. يا راجل اسمع كلامي، الحصانين هيعجبوك. مسرور. طب ماشي. طب بقول لك ايه؟ ممكن تزود السبيرتو بتاع النار؟ بس زودوا السبيرتو يا جماعه، انت هتدخل علينا ناس واحنا في الخلوه دي. تهدي بس، ايه ده الراجل قاعد، انت اتجننتي ولا ايه؟ يعني اي حركه عشان الموضوع، لو سرحت كتير مع الدفى يبقى انت فاهم ممكن يحصل ايه. اسمع الكلام. انما حلمس يداها واشمشم خديها. ولا تشمشم خديها ولا تمسك ايديها، مش عايزين كلام فاضي وقله ادب. لو تكرمت، انا برضو راجل وبفهم في الاصول. اتفضلي خلصينا خلصينا، احكي له الحدوته، الدوله مش ناقصه فضايح. كان يا مكان في سالف العصر والاوان، كان في انسان غير اي انسان، كان اسمه الشاطر سوبرمان. واحد اجهد اجهد. قوي. بس احنا ما تعرفناش، اسمك جميل ايه؟ شاديه. اهلا وسهلا شاديه، اهلا وسهلا. مبسوطه شاديه؟ مبسوطه قوي. تمام 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 تمام. بقول لك يا شاديه، يعني بصراحه كده انا وانا طاير كده لقيتك قفشه في سقف العماره، كنت بتعملي ايه؟ ما عملش حاجه. يعني كنت عايزه تنتحري ولا سوري يعني حراميد غسيل ولا ايه النظام؟ ان انا ما بعمل حاجه. يعني عادي ان انت تبقي مش علاقه على سقف عماره كده؟ انا مالي، انا مش عايز احراج، انا قلت يعني ندردش مع بعض. ما عملش حاجه. ما فيهاش حاجه. بس انبسطتي في الرحله؟ بجد كانت حلوه قوي. انت بتحبي سوبرمان اصلا؟ ده انا بموت فيك. ربنا يخليك. الحمد لله. يعني بص، حب الناس ده نعمه من ربنا. ده كل اصحابي بيموتوا فيك. سلمي لي عليهم واحده واحده. صاحبتي كلهم نفسهم يطيروا. ان شاء الله ان شاء الله اجي في يوم كده في شم النسيم ولا حاجه، اخدكم واطير بيكم كلكم، هيبقى يوم جميل بامر الله. اهلا وسهلا يا شادي. اهلا وسهلا. بقول لك ايه، معاك سيجاره؟ سيجارة ايه يا بنتي؟ المجهود الفظيع اللي انا بعمله ده، انت عايزاني اشحر؟ سيجارة ايه؟ طيب ما تشغل لنا حاجة نسمعها كده. هو انت راكبة ميني باص؟ في ايه يا شادية؟ المفروض تقدري اللحظة التاريخية اللي انت فيها، مفيش ولا واحدة في العالم ركبت على ظهر السوبر قبل كده، لازم تحس بأهمية الموقف. بقول لك ايه، انت لوكلوك لوكلوك كده على الفاضي، زهقتني يا اخي. انا اللي زهقتك برضه؟ وايه لوكلوك واللغة دي؟ انت خريجة ايه؟
دبلوم والنبي. حلو 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 حلو. لا بس انا قلت يعني ايه نريح شويه ونتعرف على بعض وبعد كده ان شاء الله الوجوه تتقابل باذن الله باذن الله. طب احكي لي بقى ايه سوبرمان وطاير هنا ومن بلد لبلد وفي السماء، مش بتحب مش متجوز ما عندكش صاحبتك؟ انا عايز اقول لك ان انا محروم من كل الحاجات اللي الشباب اللي في سني بيعيشوها. معقوله؟ هو طبعا طبعا انا حكايتي غريبه قوي قوي قوي. احكي لي. انا شاب يا ستي عادي، ابويا الله يرحمه مات وساب لي اربع بنات في رقبتي اخواتي، وكنت في ثالثه اعدادي اضطريت اخرج من المدرسه واشيل المسؤوليه. الحمد لله جوزت ثلاثه وفاضل شيماء قد كده عندها 12 سنه ان شاء الله قريب باذن الله. يا عيني. لازم اجري على اخواتي امال اسيبهم يتنقلوا في الشوارع بس. فعملوني بقى سوبرمان. لا صح. سوبرمان الناس، سوبرمان راح سوبرمان جه، وكل الناس دي يعني كل ده اوانطه. انا عايز اقول لك ان انا مش حقيقي، انا باختصار حياتي عباره عن جرافيك في جرافيك. كل ده بيجيبوني في الاستوديو اقعد على الخشب شغل المروحه عشان اعمل هوا كده، انت كده طاير اعمل كده، انت كده طاير على ظهرك اعمل كده، وبترزق الحمد لله ماشي. لكن انا مش حقيقي يعني، انا اسف ان انا بصدمك فهماني. الاطفال الصغيرين صعبانين عليا بس الموضوع كله جرافيك يعني، شايف المناظر اللي ورانا دي كلها كل ده مش حقيقي، مفيش حاجه حقيقي طبعا طبعا، ولا انا ببص على حاجه ولا الكلام ده، بس اهو الحمد لله ماشيه ماشيه. لا صعبت عليا بجد. ربنا يخليك. لا الحمد لله يعني انا راضي. بعدين بيني وبينك زي ما بتقولي احب ارتبط بمين يعني، ارتبط بمين؟ انا راجل طول النهار طاير في حته، عرفت واحده قبل كده شهرين فجاه طرت نسيت الولاد دي كانت فين عشان ارجع لها. مدوش سواح، اعمل ايه نصيبي كده. طب ما تاخدني همرمطك معايا، انا مش ما بثبتش في بلد ثانيه واحده شاديه صدقيني. انا راضيه يا ستي والله، انت بنت زي الفل وزي القمر واي حد يتمناكي، بس انا مش موجود يعني، يعني مش هتشوفيني مش هتشوفي جوزك فاهمه. هستنيك لغايه اما تيجي تلفلف بيا لفلوفه كده وترجعني. انت زهقتيني قوي وبان عليكي تافهه. لفلوفه ايه؟ بقول لك انا مش ثابت في حته، ما تخنقونيش بقى شاديه. وديني وحياه ربنا اسمع ليا. اسمع ليا؟ عند خالتي. اوديك عند خالتك وانا تاكس ابيض؟ انت مجنونه في ايه؟ اغيظها شويه بس، خالتي دي مجننانه. مجننه تبان عليك انت اللي مش مظبوطه. بص يا شاديه عزمك على حاجه كده بسيطه يعني عشان تبقى ذكرى من شكلك جعانه. بقول لك ايه، عشان انا عندي كذا مشوار، ايه رايك بقى ننزل للناس اللي تحت الوليه اللي عماله تحكي حواديت للراجل اللي هينام ده، ولو نام هيخرب الدنيا وانا عارف. تعالي بقى ننزل. لا انا مش هسيبك، انا عايزه الف. لا انا ما بحبش الخنقه وعايز الف ايه وانا عجله ايه يا شاديه في ايه؟ ما خلصنا خلاص، فسحتك وحكيت لك حكايتي لازم انزل بقى. خدني انا كويسه شادي، انا بتخني ما تزهقنيش، هاخدك اطير بيك وارميك على اي جبل. انزلي بكرامتك بقى. يلا مره ثانيه معناها ناخد تليفونات بعض، اي حاجه سوبر هتليني عندك الففك شويه. طب اسمع لي خمس دقائق كده. ايه موضوع اسمع لي ده يا بنت وانا بجو؟ يلا جاهزه؟ يلا على تحت، واحد اثنين ثلاثه. يا مسرور كلمتين. الصباح اللي زي الزفت ده يا ساتر يا امي، انت ما بتناميش ايه؟ ده البحر بيعلى وينام وانت ما بتناميش. كل الناس اللي على المركب كرهتك عمى، ده القبطان القبطان نفسه المركب تغرق لاجل عيونك انت. عملوا اجتماع امبارح عايزين يرموا بني ادم للسمك ياكله عشان ربنا يحفظ الرحله، كلهم رشحوكي. عاوزه مني ايه؟ مش عايزه منك اي حاجه، تفك التكشيره اللي على وشك دي تجيب الفقر. طب قول لي صباح الخير يا ماما. يا ماما هو انت فاكراني بنام ارتاح زي البني ادمين؟ انا بقوم من النوم كل الام كل الام يا امي. كل الام. حاسب حاسب تعبان تعبان. ايوه ايه اللي تعبك بس؟ بتقولي قولي وانا اريحك. فروه شعر الخشن يا امي، كل يوم اصحى الصبح والمركب نايمه اربطها في الحديده دي وافضل اشد وعضلاتي تقفش، اشد وعضلاتي تقفش عشان افردها الفرده دي، ولا عزاني اروح لمزين وادفع لي ثلاثه ساخ. مزين وثلاثه ساخ؟ ايه التبذير ده؟ خلاص يبقى ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني. ده كتير خالص، اجيب لك منين انا الثلاثه ساخ؟ انت على قلبك قد كده فلوس؟ لا ما فيش معايا حاجه خالص. لما المركب هتغرق هيفتشوك يلاقوكي كذابه ومعاكي فلوس، طلعي بقى. انا غلطانه، أنا غلطانة، أنا سمعت كلامك وأنت مشحططني وراك كده،
وبعدين في الاخر تحط لي هدومي في قفه. خلاص مش عاجبك القفه اديني 7 جنيه انزل اشتري لك شنطه جلد. لا انا ما ادفعش فلوس. طب 4 جنيه. ولا 4 جنيه. خلاص يبقى تسكتي خالص. اديني ساكته خالص اهو. وبعدين فين هدومك دي؟ وانت حيلتك حاجه؟ هي الجلابيه وشورت البحر والقبعه المعفنه دي يا ماما. لكن كل الالام والغربه في البحور كلها تهون عشان ارض الوطن، ارض الميعاد. هي فين ارض الميعاد دي؟ مش عارف، بس هم قالوا ان في ارض ميعاد، كل شويه ارض الميعاد ارض الميعاد، ويدوا الناس ميعاد من غير ما يبقى في ارض، ملخبطنا. بس هنوصل لارض الميعاد. يعني انت ما تعرفش لغايه دلوقتي فين ارض الميعاد؟ لا. والمركب كده ماشيه بين حلواني. هيكلمونا الرجاله بتوعنا يا ماما في عرض البحر في نهايه الاسبوع يفهمونا كل حاجه. ما تقلقيش، بس انت طلعي شويه فكيها بقششي على الناس اللي في المركب عشان تدعيلك بدل ما بتدعي عليكي. يخبتك يا ام باروخ، يخبتك في ابنك الكبير، بيعك اللي قدامك واللي وراكي، بيتك وسيغتك، وفي الاخر يقول مش عارف احنا رايحين فين. لسه بتقولي بيتك؟ البيت ده احنا الاثنين شركه فيه، وانت سرقتيني وخدت نصيبي. برضه بتجيب لي سيره الفلوس؟ قلت لك سيره الفلوس دي بتنرفزني، ما تجيبليش سيرتها. ان شاء الله هتموتي وهاخد حق ان شاء الله. لا مش هموت ومش هتاخد حق. يبقى نتفق من دلوقتي، اللي يموت الاول التاني ياخد كل الفلوس ويتمتع بيها. اوكي. وبالنسبه يا امي لموضوع الارض، انا كلمت مجموعه سماسره شافوا لي حته ارض حلوه قوي بتبص على ميدان جهينه، تحفه، ممكن نصورها ونعملها ارض الميعاد، قريبه جدا من المحور، بس الناس عايزين 12 جنيه. مش هدفع. طب 10 جنيه؟ كتير. ارض الميعاد؟ لا ماليش دعوه. مش تيجي معانا ارض الميعاد؟ لا هقعد في بولاق. تقعدي يعني انت عامله الهيصه دي وراكبه مركب ومش شحتات ومش هتيجي ارض الميعاد يا بخيله عشان بخلك؟ براحتك براحتك، انا زهقت خلاص. ايه ده؟ مش تفتح؟ قلبي اتخطف يا باروخ. صباح الخير يا ماما. شالوم. شالوم؟ هيجي منين الشالوم وانت وساره ومزراحي ورا ابني؟ يا غبي يا غبي يا غبي، كلكم عارفين ان ماما بتكرهكم، وهي طوب الارض بيكرهها، وانتوا وعدتوني ما تتكلموش معايا طول ما هي واقفه، ليه بتخلفوا؟ ومن امتى في يهودي بيوفي بوعده يا باروخ؟ عداك العيب يا ضيا ليشع. بوكرتوف يا باروخ. بوكرتوف؟ تشربوا حاجه؟ تسلم يا ابو الكرم، انا سارق من امي 3 ساغ. طب اقول لكم ايه، انا معايا كنزايه سايبها عشان لامي جات لها كومه السكر الحقها بيها، تشربوها؟ نشربها يا سيدي. مش عاوزين مش عاوزين. اسمع، احنا هنكلمك في حاجه مهمه يا باروخ. طب ما تقولي باروخ على طول، لازم باروخ. بصوا يا جماعه، انا موافق اعمل معاكم اي حاجه، بس على شرط بعد القعده دي تروحوا كلكم تعملوا لحمين، انا هرجع بصراحه. سمعنا كويس يا باروخ، احنا جايين لك في موضوع مهم وعايزين نعرف موقفك. انت هتشتغل في المخابرات الاسرائيليه. بس هتاخد فلوس كتير ياما. قشطه قشطه، دمي هتفرح قوي. طب يلا بينا. على فين يا باروخ؟ روح للظابط اللي هيدخلني في المخابرات. وتروح له ليه يا بابا؟ ما هو قدامك اهو. انت؟ لا انا عايز ارمي نفسي في البحر. تعالى يا باروخ. اصل المفاجاه مفاجاه. انت بتتكلم بجد؟ انت الظابط؟ احنا حاطين عينينا عليك من وانت صغير قد كده اهو، وانت عندك 3 سنين. وانا عندي 3 سنين؟ ايوه. طب ده انا كنت ما بفهمش لسه حاجه. انا افتكرت كان في ناس وانا بلعب في الحاره كانوا بيبقوا حواليا كده، وامي بتقول له دول بيخلي بالهم. انا عايز ارمي نفسي في البحر. تعالى ريحني. احنا زرعنا لك ظابط عشان يراقبك، علشان يتاكد من ولائك لدولتنا اللي عايزين نبنيها بقالنا سنين، دوله اسرائيل. طب ما تسيبوني ارمي نفسي فيها. ايه يا عم يا ابني؟ انت بتقولي كلام ليه؟ اتكلم عادي. ده البت دي مخابرات، البت دي مخابرات. انا هرمي. لا 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 لا، مش دلوقتي، مش هرمي نفسي اما اتاكد منها. خلاص، ما كل الناس بقت مخابرات يعني. انتوا فاجئتوني، في حد تاني ولا انتوا اخر ناس ولا ايه الموضوع؟ اوامرك ادون ليشع. يا نهار اسود، دمي بقت عمي. دي مش الماما يا باروخ. امال دي مين؟ المستند الاسرائيلي بيني وبينك، خلص على الماما من زمان.
خلص على الماما من زمان؟ انتي ماما؟ أيام براكداشي مو شاغو نتنياهو قائد القوات الخاصة الخارجية في الموساد الإسرائيلي. سوري معلش أنا آسف يعني حضرتك راجل ذكر يعني؟ أيوة. طب مين كان بيردعني وأنا صغير؟ أنا اللي كنت بعمل كل حاجة يا حبيبي. إزاي؟ لو ردعت من حضرتك مع إني مش عارف كانت هتبقى إزاي دي؟ على الأقل صوتي كان تخن. أنت عارف إنه عنا أكثر الأجهزة الأمنية تقدماً في العالم في التمويه والخداع والتنكر. إحنا عايزين نزرعك نغرسك في مصر. إحنا عايزينك تراقب واحد زي زلو علشان تدينا تقارير يومية عنه. فاهم يا باروخ؟ باروخ سوري أنا نسيت مكان البحر هو بقى في. أنا مش مظبوط، أنا حاسس إن أنا بحلم. حاضر يا فندم، أنا جندي مجند تحت أمر حضرتك. مين الراجل عايزين تراقبوه؟ سميغ الإسكندراني. مين سميغ الإسكندراني ده؟ المطرب يا بارو. يا نهار اسوح، سميغ الإسكندراني بتاع يا شو قامت داري داري الدموع داري، هو ده؟ أيوة سمير الإسكندراني داري العيون داري عميل المخابرات المصرية. طب انتوا عايزين تراقبوه ليه يا فندم؟ هتديكوله شريط؟ كلمه في التليفون هيفرح قوي. من تجلو ده ايه يا بارو؟ بنقولك راجل مهم في المخابرات المصرية من سنين. انت مش عايش معانا ولا ايه يا حبيبي؟ انا بجد هنط في البحر. انا رايح فين؟ لا انا مش مستوعب اللي بيحصل. لا 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 بقى 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 هو الاستاذ سمير الاسكندراني بتاع مين اللي قال ان الزمان مالوش امان يا عيني. هو ده هو ده بروخ بخبيخه. انت بطل. تحت امرك تحت امرك يا ماما، قصدي يا سياده الباشا. انا اسف. احنا ما بنهزرش يا بروخ. ولا انا بس من حقي اتلخبط. من حقي. ما تقلقش، اسرائيل كلها وراك من سنين. اسرائيل محتاجاك يا بروخ. يلا يا بطل. حاضر، اسرائيل محتاجاك واسرائيلك وراك. حاضر، ربنا يطمنكم. ممكن اطلب حاجه طلب اخير واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه؟ بطل وانا بنزل البحر. وربنا ننزل البحر. تولع لي مين؟ ماما؟ الباشا عم المخابرات الإسرائيلية. وطي صوتك. حاضر ودينا ارتاح. أنا أصلا بحب حضرتك، أنت قدوتي، أنت قدوتي في الموساد الإسرائيلي. بس أوكي. شد حيلك،
احنا وراك. انا ليه الشرف يا فندم ساعتك تكون ورايا، وان شاء الله شرف سعادتك في المخابرات اللي بقى. اوكي اوكي. طب السلام عليكم. السلام عليكم. جاتك نيله هتودينا في داهيه. توت توت، العميل يتكلم. الساعة 11 إلى 5 الأستاذ سمير الإسكندراني طلع مشط لبني من جيبه وسرح بيه السكسوكة بتاعته. الناحية الشمال الضيقة بتاعت المشط كان فيها 4 سنون مكسورة، الناحية اليمين كانت سليمة بنسبة 100%. شفتوا دقة معلومات العميل؟ زودوها 40 شيكل ما يأكلوش عيش، مش عارف أجيب كريم لشعري، وفي ناس بتاخد ميات وما بتهببش. تات تات، العميل تات تات، العميل يتكلم. أول امبارح التلفزيون المصري زاع نشر 9 3 مرات وما جابوش سيرة إسرائيل في ولا واحدة، وانا شايف ان ده تمويه بيحسسوكوا ان انتوا مش في دماغهم، وبعد كده ياكلوكوا علقه موت. شفتوا دقه المعلومات للعميل بتاعكم؟ بتدفعوا 40 شكل في الشهر، فكوها شويه. تات هوف هوف سيخ، هوف هوف سيخ، العميل يتكلم. الواد سوكا الرقاق اتخانق مع العنتبلي الطبال ووسطوني بينهم. العنتبلي هو اللي غلطان لانه ما يصحش ينسى السجاد في الميكروباص. وفي معلومه مهمه جدا، الاسطوانه بتاعت الدبرياش بتاعت الميكروباص بايظه، ودي خطر على الترومبه. شايفين دقه العميل؟ شايفين 40 شكل ما ياكلوش يا ناس اي عيش حاف، زودوها شويه نزهق. هو ايه اللي توت وتات يا بروخ؟ ايه يا بروخ اللي انت بتعمله دوت يا بروخ؟ مش انتوا اللي قلتوا لي اقول كل المعلومات بمنتهى الدقه؟ اعمل ايه تاني؟ دقه ايه؟ ماشي ورا الست التخينه وتقول لي دقه؟ ما انا لازم امشي وراها. طلعت مين في الاخر؟ انا الست التخينه. ايوه، وانا المناديل الورقيه، وربنا اللي نط من الشباك. تعالى هنا رايح فين؟ ايه يا بروخ ده؟ طب انت عارف مين الرقاق والطبال؟ مين؟ انا وليشا. وانتوا مجنداني ولا جايبيني تشتغلوا عليا وتجننوني؟ انا هسيب الشغلانه دي. لا يا بروخ، يا بروخ انت اصلك غلطان، بتبعت لنا تقارير غلط بقالك سنين. بتشغلوني ليه؟ ما تفدوني وتريحوني. ومالك انت باللي ياخد 100 شيكل واللي ياخد 200؟ ما سيب الناس تاكل عيش يا بروخ. يعني هم ياكلوا عيش وانا اكل زلط؟ ما انا كمان عندي ظروف. خلاص عمليه بروخ انتهت، بروخ ركب الصاروخ. بروخ انا عامل لك مفاجأة. هتزودني 100 شيكل صح؟ لا، اتفضل يا حظاظ. وقعت ومحدش سمع عليك يا باروخ. انا ما وقعتش لوحدي يا حضرة الضابط،
البهوات هم اللي مجندني. أحب أعرفك بالأبطال، الأبطال من المخابرات المصرية. العقيد يوسف شعبان، الرائد نادية الجندي. والمطلوب؟ تتفضل معانا على البوكس. على فكرة يا حضرة الضابط، احنا ممكن نحلها ودي وابقى عميل مزدوج واشتغل معاكوا، بس هتدوني كام؟ هندي لك 100 قفا. ما في ناس بتاخد 200 قفا وما بتعملش اي حاجه، فكوها بقى. هي ناقصه فشل جرجره على البوكس. فرصه سعيده يا حضرتك. اتفضل. فرصه سعيده. اتفضل يا اخوي. اوكي، مساء الخير يا عم احمد. يلا يا عاطفي بسرعه شويه. البوكس. فين ولادي؟ فين ولاد الحرام؟ خسارة وميت خسارة. قالوا لي ان في قطر فرم 4 شباب، قلت يا ريت تكون انتوا، لكن للاسف باظت المرة دي. خير يا بابا. ثانية واحدة. قوم يا قرد انت، قوم يا اخويا ظريف. السفرة دي دفع فلوسها اللي بتتنطط عليها دي؟ مين قال لكم تقعدوا؟ انتوا مين عشان تقعدوا معايا؟ ولادي ده اكتر عار في السي في بتاعي ان انتوا ولادي. لو تعرفوا انا بكرهكم قد ايه. انتوا ولا حاجه بالنسبه لي. تاخد بالك من كلامك يا بابا. ما تقتقش، ما تكلمنيش بالصباع ده تاني، بدل اقسم بالله هقربه. فهمني ولا مش فهمني؟ ايه اكتر طاوله تتكلم معايا بالطريقه دي تاني؟ انتوا زباله، انتوا اكثر شيء في حياتي. جاتكم القرف. انت بتعاملنا كده ليه؟ احنا مش ولادك؟ انت ايه يا اخي؟ حنوتي؟ انا بكرهكم كره العمى. انا بقف كل يوم في البلكونه وادعي ربنا وعارف ان دعوه الاب مستجابه. اقول الهي تمرض، الهي تتحوج، الهي ما تلاقوا اللقمه وتغوروا في 60 داهيه، الهي تجوعوا وتاكلوا زي القطط من الزباله. باذن الله جاتكم القرف. ايه المناظر دي؟ ايه الشيطان اللي انا مخلفه؟ انا ما اتعصتش. يوم ما عملت لك سونار بقت الهبله امك حبله فيك، الدكتور اتفزع وقال لي ده حاجه خطر، ده شيطان نسقطه. حنيه الاب طبعا، قلت لا وشرفت حضرتك. اهلا وسهلا. ليه كده يا والدي؟ ليه كده؟ ليه دايما بتزرع فينا الحقد والكره والشر؟ تعمليش بقى ذاكر وسطهم يا حبيبي. ها؟ ولا خلي اخوك الصغير باتيستا يرد عليك، ما تتكلمش على المبادئ. سيبك منه يا بابا. خلاص يعني ما تعملش عقلك بعقل السحلية دي. انت بترجع ياض ولا بتتكلم؟ ايه الخلفة العار دي؟ رزعوا. اطفحوا. ثانية واحدة، ثانية. سيب الطاجن يا اهبل انت. سيب، مين قال لكم تطفحوا؟ مين؟ دافعين فلوس انتوا على الأكل ده؟ حد دفع تعريفه في السفره دي؟ تعالى عليا، انتوا شويه عواطليه وربنا رزقني بيهم. ادفعوا وعلى شرط، طول ما انتوا بتدفعوا تدعوا لي. يلا بالسم الهاري. انا حاسس ان الدعوات من جوه غير الوش، شكلكم بتدعوا عليا، شايفها في عينيكم، بس بعون الله مردوده عليكم. بابا. نعم. كنت عاوزك في موضوع يا ابني. اخلص بقى، الليل هيدخل علينا، ضيعت عمري معاك. اتكلم بسرعه بقى، الله يخرب بيتك. كنت عاوز 300 جنيه اشتري جزمه او كاوتش. فاكرها سهله 300 جنيه؟ انا شايلك 300 جنيه عشان خرجتك يوم ما تموت في اي لحظه ابقى جاهز واتويك. كاوتش؟ لا كاوتش يقرطم صوابعك يا بعيد. إلهي تلبس الكاوتش تتشلف فجأة في الملعب. انت بتنفض في مناخيرك ليه؟ شايفك متعصب. في حاجة؟ انت ليه مش مظبطنا؟ انت ابونا. انت ايه؟ انت ابونا. اسمها بابا. انا ايه قد اللي بتعمله؟ ضربتك في عضلتك. ايه الاوفر ده؟ ايه المناظر اللي انا خلفتها دي؟ انت بتمسكوا ليه؟ هو هيضربني؟ انت هتضربني يا اهبل يا ابن الرقاصة؟ سادة عدل انت واد. انا شاكك. انت ابن حرام. انت مش ابني يا واد. العيال دي شاكك فيها. كان انت، انا متاكد. اهبل يا ابن الهبله. اسكت. كفايه. لا انا مش كفايه، انا هطول معاك. في حاجه؟ تلات هتقتلني؟ هترفصني؟
يا تافه يا بغيض يا اهبل يا ابن العبيطه. ده كان زماني موت. الله ده تدريات خلق يا خلاص يا بابا. مش عايز اتكلم معاه. ما تضلش نفسك انا هقتله. ايه البقرة اللي بتتكلم معايا دي؟ ما تعمل حاجة بزورك. الهاتي ولعه وانا واقف فجأة كده. مش هتكلم معاك عشان انت بتطول تعال وراي. تعال وراي. ما تكلم على امك بقى كمل لما نوصل. يلا. يلا يا عرر. يلا يا عج. يلا الله يخلصني منكم وارتاح. يلا حبايبي عايزكم بقى حبايبي يا ولادي تقطعوا بعض. عايزكم اخوه احباء تنهشوا بعض. احنا هنعمل ايه يا بابا؟ هوريك يا اهبل غور. انت بتتكلم بجد يا بابا ولا بتهيس؟ انت عمرك قعدت شفت ابوك بيهيسك؟ يلا يا مسايد تعمل معانا كده ليه؟ ده احنا ولادك. افتكر لنا حاجة حلوة. افتكر لكم حاجة حلوة. استنى يا ادم ما ارجع في الاشي بقى. شيلوا البزازات. يلا قولوا الزفت اللي بيتقال في اعياد الميلاد لا يجعلوا اخر عيد ميلاد. يلا Happy birthday to you. Happy birthday to you. خلاص بلا مساخ. خلاص مش عايز مساخ بلا هابي بيرث بلا زفت. يوم اسود اصلا. جبت لي ايه في عيد ميلادي يا بابا؟ جبت لك هديه تنفعك في مستقبلك. جربها في ركبتك الاول. انت يا زفت يا زكي. نعم يا سيدي. شيل التورته دي خلاص ما حدش يدوقها. حاضر. وهات لي راكيه النار. بصوا انتوا دلوقتي خلاص كبرتوا وبلغتوا. انسوا ان انتوا عيال. لازم تبقوا ايد واحده. هات يا راكيه النار. طف النص. حطوا ايديكوا في النار. حطوا ايديكوا عهدون ان انتوا تبقوا ايد واحده. حط ايدك تبه بيه. حط ايدك. حط ايدك. بقول لك حط ايدك. حط ايدك. حط. صرخوا صرخوا. شو نسينا حبيبي بابا. اجري غور في داهيه. يلا عايزكم بقى توروني الشطاره. والشاطر فيكم اللي هيقضي على الباقي هيبقى ليه مكافاه 200 جنيه هياخدها على 6 شهور. ابدا. اضرب يا هات. اضرب اضرب اضرب. خسر الفقرات. خسر الفقرات. انا بحبك اخويا. بحبك اخويا. انزل على رقبته. انزل على رقبته. اضرب يا عاد. سرحانه. بقول لك مفيش استسلام. اخلص. اشتغل هات ملبس تحت. بقول لك اتصرعاله. اتضمره. مش عايزه يمشي كده. بقول له سامحني يا اخويا. ايوه يا عم سامحني يا اخويا. ما تسامحوش يا عم. ايه رايك في ولادي؟ دول هيموتوا بعض. ب60 دقيقة هيموتوا بعض. وامهم اصلا ماتت. وناوي ابدا حياتي من جديد. عندي حتة كده قرتين على المريطية بس ايه بعد ما يردموا الترعة يبقى في براح وانت قاعدة ان شاء الله في البلكونة. ما تيجي نقعد في الكافيتيريا شوية. هو انت مستر اندرتيكر؟ اندرتيكر؟ لا انا ابن خالته للأمانة يعني. بس توأم نفس الشعر ونفس البرنيطة. ايه رأيك؟ تعالي نلحق الليمون في الكافيتيريا. اقتلوا بعض يا كلاب. يلا يا حلو سيبك من الكلام الفاضي ده. ماتش ايه ونيلة ايه؟ كان بودي اذبحكوا بايدي بس حظكوا حلو. اكتر شيء بيسعدني في حياتي بكاكم. ابكوا بس خلاص. انا جامعكم النهارده عشان امر هام. انا حاسس ان ايامي قربت واسطوره اندرتيكت خلاص هتندثر. بصراحه انا مخبي حاجه عنكم من زمان سر بس لازم اتكلم فيه. خلاص مفيش وقت. لحسن اموت فجاه والسر اللي لا يطلع وتورثوني. بابا هو احنا كمان مش هنورثك؟ مش هتورثوني. وتورثوني ليه؟
ده انت عبال ما تقول فين المراز بتاعي تكون الفلوس خلصت. اتنايل واسكت يا هبل يا ابن الهبل، وانا جايبها كلها صح وقانوني ومية مية. انا جايب عم سيد السلموني الميكانيكي بتاعي خطه مية مية، هيكتب كل حاجة كل حاجة قدام عينيكم. يا عم سيد على عم سيد، يلا عموكم سيد ولا عايز كل حاجة ولا ايه؟ ميكانيكي انت ناوي على ايه يا حنون؟ انا ناوي ان الطريقة اللي هتصرف بيها في مراسي تبقى على الملأ، مش عايز اضحك على حد. هاتوه بصفتي ان انا محدش اتدخل في حياتي، محدش لي دعوه بيا، اقر انا الحاج الخلفاوي المشهور باندر تيكت ان انا عندي ثروه تقدر ب 80 مليون دولار مصري لا غير. بصوا التقسيمه بقى، بصوا التقسيمه، هكتب 20 مليون دولار لاخويا وحبيبي الحاج عز المنوفي بتاع الكبده اللي في شارع ايران. عز المنوفي يا ولدي؟ اه عز المنوفي يا حبيبي. ايه ده انتوا لحم كتافكم من خيره، نسيت نص كبده يا عم عز، نص سجق يا عم عز، حته فلفل، ولا بتنسوا تاكلوا وتنكروا الدهن اللي في جتكم ده من عمكم عز؟ اكتب عم سيد. حاضر يا استاذ. و20 مليون دولار اكتبهم لاصدقاء اللي على الفيسبوك. الفيسبوك يا بابا اندر؟ اه يا بابا اندر على الفيسبوك. انا اخر 5 سنين اللي فاتوا قضيت احلى ايام مع جروب ظريف على الفيسبوك اسمه اللهم صل على النبي، اهرش في كوعي ومسح لي دموعي، وناس عشرتهم وعشروني، يبقى من حقهم ياخدوا من ثروتي. اكتب يا جدع كده كتير قوي، انا هيغمى عليا. يلا غور في 60 ده، يلا ليته كان من زمان. 20 مليون دولار تاني هكتبهم لشركة نادية دراي كلين اللي في شارع مصدق. يا بابا ايه؟ انت اكيد مش طبيعي. ما انا عارف ان انا مش طبيعي، عارف ان انا راجل فز. يا اللي بتهت هبل يا ابن الهبلة، امك كانت هبلة لا بتعرف تغسل ولا تكوي، ونادية دراي كلين هي اللي شالتني العمر اللي فات. اتنايل اتنايل، يبقى فاضل كام؟ 20 مليون دولار يا استاذ. 20 مليون دولار الاخيرة انا هكتبهم للخدامين والطباخين اللي خدموني طول عمرهم في البيت، ولا اقول لك لا بلاش، كانوا بيكرهوني، كانوا هيسموني اكتر من مره. ال 20 مليون دولار حلال عليك يا ابو السيد. ربنا يكرمك يا استاذ. يلا وسع الورشه وظبط عيالك ومصيف وجمصه وجوك. انبسط. جاهزين؟ جاهزين. شعري 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 بيدق، شعري يا اولاد. بابا شعري شعري شعري. واخدني على فين؟ انت هتاكلوني بعد ما اموت ولا ايه؟ الظاهر يا ولادي ان خلاص لحظه النهايه قربت. انا عايز اقول لكم اللي اي اب بيقوله لاولاده في اخر لحظه علشان يفرحهم، انا هموت ومش راضي على ولا واحد فيكم، وباذن الله وانا راجل في شده وربنا هيقبل مني، نهاياتكم اسود من بعض. ده اسمك ايه يا قاضي؟ باتيستا يا بابا. وانت يا شيموس. شيموس دول اصحابكم؟ دول اخواتنا. بخرف يعني هموت، فهموها طالما ابتديت اخرف. بابا ولدي اخيرا. بابا ما 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 خلاص بقى يا ابني، انت مزهقني في موتي وفي حياتي، الله يخرب بيتك. علي يا اختي اقعدي في القهوه بتاعتك. اتفضلي يا حبيبتي. ما شفتيش انت بقى حتتين القماش اللي انا جايباهم وانا جايه من لبنان؟ تحفه والله يا اختي. لو اخترتي حاجه من القماش ده يبقى يا سعدك يا هناك. وديها يا روح الحمام عشان نشوف الحاجات، اصل الحاجات دي بتتنازل. تعالي يا حبيبتي. يا كمان الشيشه. مساء الخير يا سي خميس، ازاي والدك؟ وقول له الف مبروك على موت والدتك. هو في حد اسمه خميس وانا بكلمه؟ لا فعلا لا، دي حيله رخيصه مني عشان اقول لك مساء الخير. عبد العال حسين عبد العال. هوب ايدي يا هاني. ولا انت حكومه قاله؟ حكومه ايه؟ ما انا مالي، ما انا لابس ملكي. حكومه ايه يا هاني؟ ما هو انا لابس ميري قدامك. ارجوكي عليا النعمه لو طلعت حكومه ملاك دي يعني. لو سمحتي عندي مشاكل في الغضاريف، لو تكرمتي ده انا غلبان.
شكلك ابن حلال. اقعد. من الاخر من غير لا لف ولا دوران عشان انا ما عنديش وقت. انا اول ما شفتك اتشدت لك وانجذبت لك انجذاب رهيب رهيب. هل من حقي اسالك بتشتغلي ايه ولا كده ابقى تعديت حدودي؟ لا نو بروبلم خالص. انا بقلب النسوان. اوه سوري، بتقلبي النسوان اللي هو التقليب زي الحركات؟ بتقلب النسوان. بتقلبي؟ هايل هايل. عايز اقولك ان دي حاجه جديده في المجتمع ما حدش سبقك فيها. جو اهيد، ربنا معاكي. اصل انا بحب التقليب قوي. تحب تشتغل معايا يا عسل؟ لا اشتغل معاكي ايه، انا عايز اقولك من اللحظه دي شغلك حاجه وحياتنا الخاصه حاجه تانية. يا مصيبتي حياتنا الخاصه؟ لا بقولك ايه، انا بنت شريفه. وما كسريش الصوره اللي انا عجبتني فيكي. انا حبيتك ان انت مش شريفه ومش يا شمال وبتقلبي النسوان. ايوه شريفه ايه وبتاع ايه. خلينا في الشمال لو سمحتي. ممكن اتجرأ واقولك ان انا حبيتك؟ حبيتني؟ مجنون ده ولا ايه؟ طب انا اسمي ايه؟ انت تعرف اسمي اصلا؟ ما بالطبيعي كده، ده السؤال اللي جاي. اسم القمر ايه؟ سوسكا. عارفه يا سوسكا؟ قبل ما تتكي على ايدي تفرميها حسيت اني عايزه ترقع صوابعي، رحت انتي عاملاها، فحسيت ان دي اشاره اني اجيب ماما ونجي لكم البيت ونقول المراد. ماما؟ طبعا. بجد يا اخويا والنبي؟ طبعا. وقولي بقى، هي امك دي بتلبس ذهب وصيغه وكده؟ اوه بتلبس؟ دي كلها ذهب في ذهب، كله بقت عندها قطع ملابس ذهب. بابا كان جايبها لها من خزندار زمان. ذهب ماما عباره مسمينها الست ذهب في الشارع. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لا ده انت لازم تشرب حاجه والله. يا كناني ايه اللي كل شويه كناني كناني ونيجي نسال على الخساب تقول لي استني استني. انا مش يعرف ازاي انت بتهزم بقلبي كده وانت ليك ديون كتير. انت يا كناني انت جاي من انهي بلد؟ عبيط ولا ايه؟ ديون ايه؟ هي قاعده مع هوا؟ ده كل الديون هتدفع وعليها البقشيش كمان. ايه ده؟ طبعا انت غني؟ غني غنى انا ما اعرفوش، مش عارف حدود ثروتي لحد دلوقتي وصلت فين. بقول لك غنى رهيب يا كناني. قد البحر؟ قد اكبر من البحر. جميل كناني جميل، محلها الخواجه صغنون. هي بقى ليها ديون قد السما. بقول لك كله اتدفع وعليه بقشيش ليك وحلاوه. بقول لك اما نتجوز يا سوسكا نجيب كناني يبقى معانا في البيت يخدمنا في البيت. ظريف. حبيته حبيته حبيته. نجيبه ونعذبه. يلا يا كناني حجرين معسل واديله من المعسل بتاعي. ما رديتيش عليا في موضوع الجواز يا سوسكا. زوجتك نفس زغروته يا كناني. كفايه كناني كفايه كناني كفايه كتير كده كتير. هي واحده وخلاص. خواجه ميرسي يا كناني. باين عليه غلس قوي كناني. هنعذبه مش هنجيبه البيت ولا نشغله معانا، شكله رخم قوي. انا فرحان قوي يا سوسكا. خلاص فعلا فعلا، اذا كنت بضحك عليكي من شويه دلوقتي بجد انا هجيب ماما وهجي لكم البيت عشان اتشرف بالعيله الكريمه. يلا يا ماما هنتاخر عيب. اهل العروسه قولوا علينا ما عندناش ذوق. بلانيله مستعجل على ايه؟ دي جوازتي الندامه. جوازتي الندامه دي كلمه ام تقولها لابنها يوم فرحه. ميرسي قوي ميرسي يا شيخ. ايه ده؟ ده يقول له اليوم نحس من اوله. فين النحس يا ماما؟ اليوم زي الفل. مش معنى ان انت وقفتي ساعه تعملي الباروكه ودايسه على الصابونه لازم تزعلقي. ايه علاقه الصابونه بالباروكه بالنحس؟ ارجوكي بقى ماما كده كتير ما تزعلنيش. اتفضلي حضرتك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ايه تقطاط يا رب؟ ده الازاز بيكسر يا نهار اسود. ايه ده؟ ده الدور اللي فوق بيقع يا ماما. ده ازاز شقتنا اللي بيتكسر. ايوه صح. لا انا هطلع اموت في الشقه فوق. ده ما تموتي في العربيه اقرب على الاقل اسعفك. وبعدين ليه الموت والكلام ده؟ ماما تفاقلي بقى. اتفضلي حضرتك اتفضلي. انت اللي موترانه ومعصبانه، اليوم ماشي زي الفل. اتفضلي. مفكرين يا ماما نفوت على تسيب بس نجيب لهم طبق بسبوسه ولا حاجه. اتفضلي اتفضلي. انبسطي بقى انبسطي كده واتفاقلي، ده فرح ابنك. يا نهار اسود ومنيل، نسيت مفاتيح العربيه. النبي ما اطلعي بسرعه، جري كده هاتيها وتعالي. ما اطلع اجيبها ليه؟ انا معايا نسخه ثانيه. تسلم ايدك تسلم فضل. ايدك تسلم ايدك يا ماما. مش ده اليوم اللي كنت بتتمنيه؟ بذمتك اقعدي كده انفخي. اقعدي اقعدي اقعدي. صدقي ماما شكل الجوازه دي خير لان انا متفائل جدا جدا. يا لهوي في ايه؟ المره بتاعتنا بتوع بتوع يعني ايه؟ يا نهار اسود ومنيل. انا قلت لك 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 انا
حبايبي كرموز يا هانم، كرموز يا امي، ارقى مكان في اسكندريه. لا تقول ابو قير بقى ولا العصفره، كرموز. بصي 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 الشغل اللي في البيت يا امي، ان شاء الله انا سايبي هتنبسطي معاهم قوي يا ماما. يلا بقى. ما قتلتهاش والله العظيم، ما قتلتها والله، ما قتلتها يا عم والله ما قتلتها. عبال ساك عبال. الحمد لله يا جماعه، مستنيينك فوق. مبروك يا عريس. الله يخليك. اتسكر قوي. مين دي؟ امي. والله ما قتلتها يا عم. يلا ما قتلتهاش. مين ده يا عبد العال؟ ده اخو السوسكه اللي انا هخطبها الصغير، ظريف قوي. يا دي المصيبه. مصيبه ايه يا امي؟ ده بيروش مع الظباط اصحابه. يا ماما احنا داخلين على نسب يشرف، ما تقلقيش. حسبي الله ونعم الوكيل. ارجوك يا ماما ما تنكديش عليا بقى، انا مش جايبك حتى اي كلام. لو سمحتي صدقيني هتنبهري بيهم، هتنبهروا. اتفضلي اتفضلي. مين ده؟ ده اخو سوسكا كبير يا ماما، هم فرحانين بيك يا هم. العيله دي لما بتفرح بينطوا في المنور. يا مصيبتي. وده مات؟ لا يا ماما بيلعبوا تحت في المنور. ما تشغليش بالك بقى لو تكرمت، احنا داخلين على نسب يشرف. اتفضلي اتفضلي يا هان اتفضلي. ما شاء الله شغل السرايات، ما شاء الله. اتفضلي يا امي. يا ميت مرحب يا ميت مرحب. خطوة عزيزة يا ام الغالي. يا اهلا يا اهلا بالعريس، نورنا. اشكرك. منورانا يا ابله. الله يخليك نورنا. الله يخليك. اعرفك يا ماما، الاستاذ حسب الله يبقى عديلي جوز اخت سوسكا، واخت سوسكا اللي هي مراته تبقى اللي قدامك القمر دي ريا. منوره يا حبيبتي، ورحمه اخويا الغالي اللي لسه هتفاد دلوقتي، لان كرامك اخر كرم يا سوسكا. سوسكا العروسه. العروسه العواف. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. الله يعافيك يا ست البنات. ماشي يا دي عمال. والله انا مش مصدق ان انا معاكي وفي وسط اهلك. جبت لي ايه؟ جبت لي فلوس؟ هديكي كل حاجه تحت امرك. انا جبت لك معايا عارفه ايه؟ ايه؟ بسبوسه هتاكلي صوابعك وراها. والله كل الكرم يا ابو نصب، كل الكرم. بقول لك ايه يا حسب الله، سيب لي حته انا والعيال، انا عارفاك تفس. جريه وليه العلبه دي وقعت في ايدي انا الاول. وحياه امي لغوصك يا حسب الله. والله بالثلاثه ما حد هيلمسها غيرك. يا تعالي اوعى كده، عايز اسيب حته يا صاص. ايه يا جماعه، صلوا على النبي. بس بدل ما يموتونا احنا كمان. ملك يا حاجه مسروق عليه، خد الشر وراح. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. الله منوره منوره. ماما ما تقلقيش، ده الطقس هنا، ده اسلوب العقاب عندهم. وهو بصراحه استفزهم، قاعد ياكل لوحده البسبوسه. في النهايه احنا مالناش دعوه، احنا اتشرفنا بيكوا يا جماعه. ممكن ندخل في الموضوع؟ انا يا ست ريا، الله اكبر يا ست ريا، انا اتشرف ان اطلب ايد الانسه الماسون اختك سوسكا. وكده من غير حاجه يا حبيبي ولا ايه؟ لا مش من غير حاجه، بس لو تكرمت السلاح بس. لا انا تحت امركم، تحت امركم، انا خدام يعني اللي تقولوا عليه. الشبكه تحبيها منين؟ من اي مكان في العالم. وبلد ليه جوده بالموجود؟ هنروح بعيد. الى حاجه اللي حاجه دي عجباني. دي عجبك حاجه ماما؟ لا يا ماما، ده وقتي. مامتي مامتي تتحرق، جدتي احنا هنموت. خلاصي ده الراجل راح في حته بسبوسه. لا يا ماما، لا لا. مبروك يا روح. الله يبارك فيك حبيبي. مبروك. الله يخليك. في زغروطه للشبكه كده، زغروطه للشبكه، فرحونا. اه لا، زغروطه للحلقه يا حبيبي. حلقه عاجبك؟ اتفضلي اتفضلي. لا يا ماما، بالراحه على ودنها بس، بالراحه بالراحه بالراحه. قلت لك اخرمي ودنك خرمين يا ماما وخلصينا. حاجه وحياتك كتبتي خاتم. ما تخافيش يا ماما، الف مبروك يا روح، الف مبروك. ها وبعدين كمل. على ايه؟ انا تحت امركم يعني، انا اللي هاخد المهر. حاضر، يعني شوف الرقم اللي انت عايزاه، اكتب لك شيك وروح البنك على طول. لا والشيك ليه؟ هات معلش معلش يا ماما، ما انت كنت هتدفعيها. فلوسي ايه؟ ما انت كنت هتدفعيها يا ماما. تحت امركم. انا عندي اقتراح يا جماعه. ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ في ايه يا جماعه؟ يمكن هيدفوا لنا تورته يا ماما، يمكن عيد ميلاد وعامل لنا مفاجاه. يا رب استر. ما تخافيش يا ماما، يا ماما خدلتي دراعي، خدلتي دراعي وخوفتيني قوي. طب خلاص، ما انا كمان متنيل مرعوب، بس لازم اظهر كعريس ان انا ذكر يعني. هما اكيد عاملين لنا حاجه مفاجاه، مش ممكن يزعلونا. امسكي امسكي دي. طيب فرمتي كوعي. يا ساتر يا رب، وربنا خنقك زي ما خنقوا الراجل، ما تزعقنيش بقى. انت هتعيطيني هتعيطيني في يوم فرحي. يا ماما ارجوكي. يا سوسكا، يا مدام ريا، يا ماما خدلتي دراعي. انا شاكك في العيد. ايه ده؟ بيحتفلوا بيحتفلوا بينا. بس يا ماما، صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي. خلاص يا ماما، خلاص خلاص.
ماما انت شفتي حاجة عدت كده؟ جثة جثة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله وإن الله يراجعون. يمكن يا ماما بيتهم معدي على الشارع فممر ناس ماتت، هنعمل إيه؟ ما ترعبنيش بقى. جثة طلبس. ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش. العيلة دي وحشة. ما تخافيش. لا لا دي ناس، دي ناس أطهر ناس. بس إحنا هو في حاجة مش فاهمينها. إيه ده؟ عفريت عفريت إيه يا ماما؟ ده تلاقيه ابن أخت العروسة. أنت عارفة الأطفال في الأفراح بقى قلبي هيقف يا ماما، قلبي هيقف. بس بقول لك قلبي هيقف بترد. انت ماشيه ورا ميت، ايه الصوت البلدي ده يا ماما؟ انت بتخلي شويه ده احسن. ده لامسني. لا تعالى حبيبي، ده لامسني. بس تعالى اخويا، انا خايفه عليك يا حبيبي. الله ما شاء الله، شكلهم خايفين على عيالهم. تتحسب مغطيين وش الطفل. اهلا حبيبي، اهلا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد. في انا؟ في انا يا ماما ولا فيك يا اللي قاعده ساكته وضحكوا علينا في الاتفاق؟ اولا ما اتفقناش في الفرح هنعزم كام وهم يعزموا كام. الصيني، الخشب، العفش، كل ده ضحكوا عليا عشان حضرتك قاعده تترعشي. خليكي كملي رعشتك بقى، كملي رعشتك. انا خايفه. اسمعوا يا بلد، اوامر منظور بيه ان كل البلد لازم تتفرج على العفاريت غصب عنيها، واللي مش هيتفرج على العفاريت هنرميه للوطويه وهتتسمي بهايمه. ايه؟ وهتتحرق ارضه. ايوه. وهيتحلق شنبه. ايه؟ ويبقى كيف النسوين. سامع يا صمده؟ لا مش سامع. بس يا ود وخدوا من الخبر ده. ما بلاش الخبر ده. بس يا عطيه اللي توا من هنا ورايح هتبقى جطاج طاجين. ايه الجبروت ده؟ ايدي وسع يا ويل بندور به وصال. حلو يا عاد يا ابراهيم الولع. خبريه مالكم؟ عاملين زيت وزنبليت ليه على الفاضي؟ في ايه؟ قلنا لهم اللي توا زادت الطاقطاقين هاجوا وماجوا. هاجوا وماجوا وانتوا واقفين وهم هاجوا وماجوا؟ طب معلش احنا متاسفين يا جماعه اللي قالوا الراجل اللي بيقول هاجوا وماجوا ده. الطاق مش طاقين، عشان خاطركم الطاق 40 طاق. ليه؟ ونجيب منين يا مندور بيه؟ ده احنا غلابة وما حلتناش اللضا. ان شاء الله عندكم ما جبتم ولا شفتوا العيشة وتموتهم. انا ما بكرهش الا اللي زيك الغلابة اللي يقولوا احنا غلابة دول. انا مالي؟ انا مالي؟ ده جزاتي اللي مخليكم عايشين في ارضي وارض ابويا وجدي، ومش كده وبس، عامل لكم ملاهي وبتتفشخروا في البلاد اللي حدانا. عندنا ملاهي، عندنا ملاهي. هلم كل مليم دفعته يا بلد. قلت يا صمت. لا انت بتبرق لي يا سميده. ايوه يا سميده بيبرق لي. طب يا سميده انا هخليهم يفرجوك على حاجه عمرك لا انت ولا اهلك شفتوها. على ايه؟ هتشوف دلوقتي. فرجوه. ايه يا سميده انبسط؟ قول قول لناسك واهلك شفت ايه جوه يا سميده. ما قدرش ما قدرش. يا تقول شفت ايه جوه؟ ما قدرش ما قدرش. حب على يدك ما تدورني. ما قدرش. حب يقعد على يدي زي ما قلت. اسمعوا، اي واحد فيكم ممكن يدخل المكان ده، مكان سميده، وهيشوف اللي عمره ما شافه. كملوا عليه، ادخل سميده. حرام. كفايه. حرام. كفايه. فيكم مش هيدفع للتاوى. لسه باقي 200 غور ياد وربنا لغور. ومن فيكم يا اهل البلد مش ناوي يدفع للتاوى؟ انا مش هدفع للتاوى. يا ساتر يا رب، ايه الاحجام دي؟ انت من فين يا بلدينا؟ شكلك غريب على البلد، لان مفيش مخلوق في البلد دي يقدر يوقف يقول لك الكلمه دي. انت منين؟ انا من مطاريد الجبل، واخر مطرود في الجبل فيهم، ونازل عشان اشوف الغوله والعفاريت. ده انت هتشوف الغوله وام الغوله كمان وببلاش. احنا عنينا رجالة الجبل واللي جايين من الجبل. تعال يا حلو تعال، هتشوف الغوله. اوقف هنا. اوقف هنا؟ اوقف هنا انا فرجيك الغوله. لا انا اشوف. اوقف. عايز تشوف الغوله؟ ها انا برجيك الغوله ورهاني. اهدي. حلوه الغوله.
خلاص يا خدور بقى حاج علي. لا استنى لسه فيها حتة. انا امي عايزة ادي وتوقف تقول لي قدام الناس مش هدفع الكتاوة. انت مش تدفع حاجة خالص خلاص. اخر حاجة هتدفع حاجة. يا نهار اسود يا نهار اسود كفاية. انا من رجالتك يا مندور بيه. استحملني في هذا الاربعة نخلصهم وخلاص. يا كتير كفاية كفاية الخنجر هيضرب في كرشي. مين البيت دي؟ بنت الحاج ابراهيم الحلاق. كبرت وحلوت نجيبها لك. ملكوش صالح. شوف الوليه كاتعه فين. خليها تجيبها على المضيفه. خليها تقلعها الاسود ده وتظبطها وتحط لها مكياج. يا راحت فيه. والله ونولت اللي ببالك يا مندور يا ابو الدهب وعملت ملاهي الشيطان ونفذت وصيه ابوك. الله يرحمك ابوي ويحسن اليك. انت اللي زرعت في قلب الشر والقسوه ولغيت من حياتي حاجه اسمها شفقه ولا رحمه. مش هنسى ابوي. اول ما وعيت على الدنيا شفتك وانت بتقتل امي وامي بتقتلك. ودخلت عمتي قتلتكم انتوا الاثنين. ودخل جدي خلص عليكم كلكم. رضعت منكم الشر. ربنا يبارك فيكم وفي سيرتكم العطرة. أول مرة قتلت فيها كان عندي 12 سنة. وأول مرة اغتصبت فيها كان عندي 12 سنة. وأول يوم حركت في غطان للغلابة كان عندي 12 سنة. بس كان نفسي ربنا يكملها بمترين ثلاثة طول عشان الهبة تكمل. لكن بعون الله أنا عوضها بالرعب للخلايق اللي بيقولوا عليهم غلابة. دول عايزين الحرق. يا رب يا رب زودني شر وقوة. خش يا كتعة. يا ساتر العوافية يا مندور بيه. جبت لك ست البنات. جر يا بيت جرب يا بيت على سيدك يا بيت. تأمرني بحاجة تانية يا مندور بيه؟ استني أقولي يا رغاية. أنت جاية جاهزة أحمر وملعلط. لف يا بيت. بس يا بيت دوختيني. وقفوها. وقف يا بيت. وقفي. إيه قولي لي يا ولية ضفايرها دي ضفاير ولا اكستنشن؟ لا ضفاير يا مندور بيه. كله هيبان. ما احنا ما هنلعب مع بعض هنشد بعض هيبان. لعبي حواجبك يا بيت. بس خلاص خلاص مجنونه باين عليها ولا هبله. حواجبها دي بتاعت ربنا ولا تاتو؟ لا بتاعت ربنا. هنشوف احنا برضه ما نغازل بعض. انت خبره شغلانتك. هنلعب حواجب بعضينا وهنفهم. ماشي. لم يا وليه تجلبيه. لم يا بت. والجسم ده خساسان ولا شافطه؟ لا طبيعي يا مندور بيه. حلو. والجوره دي مفروضة من عند ربنا ولا ضربة بوتوكس؟ لا 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 مفروضة من عند ربنا. افتكري افتكري كل كلمة قلتها لي. حاضر. عشان لو كدبت في كلمة انت خابرة ايه اللي هيحصل لي. حاضر يا مندور بيه. ادي الولية دي 50 قرش. 50 قرش؟ 50 قرش اعمل بيهم ايه يا مندور بيه؟ حرام عليك يا مفتر يا ظالم. طلبت مني صبية حلوة جبت لك وردة مفتحة ولابسة أحمر زي ما انت قلت. حرام عليك حرام عليك يا مفتر اعمل ايه بال 50 قرش؟ مفيش حاجة يا مندور بيه. خدوها قطعوا لها رقبتها. لا يا مندور بيه. وطلعوا اللسان وقطعوها عشان الغولة بتحب اللسان. حرام عليك يا الله. أمري قطعوا دراعتها. ده الظالم قال. تعالي يا بت تعالي يا بت. ترمي كله قدام عينك من الاول عشان تبقي شايفه وخابره وعارفه انت هتعاشري مين. ها افهمي عشان ما تضيعيش. انت لسه شباب. القهوه اقول عليها زياده تيجي مظبوط رقبتك هتطير. فاهمه ولا لا؟ كلمه تخرج من الدار دي سمعتيها انت فاهمه. هقطعها قطيع. ما عنديش يعني ما ما ت... ها ايوه ايوه. ودخلت وقعدتي من غير ما تبوسي يد سيدك. هعديلك الغلطه دي. بوسي كفايه.
كفايه كفايه، انت جعانه ولا ايه؟ بوسي خلاص كفايه، خلاص خلاص خلصنا خلصنا. عايز اقول لك على حاجه، الرعب اللي انا مسببه للبلد ده هون، والشر اللي انا بسه فيه، كل ده كوم ده منظور تاني، لكن منظور بيه مع الستات حاجه تانيه خالص. تلاقيني هايف، احب الدلع انا واحب الحريم. ايه بنت الحلاوه دي؟ ما شاء الله، ايه دي؟ ودي كبيره حبتين. ده حلق يا منظور بيه. ايوه 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 ايوه، ربنا يزيد. بت يلا يا بت كبسي ظهري يا بت، كبسي. يخرب بيتك، مال يدك ثقيله ليه؟ مش يد ست، دي يد راجل. مالك؟ ما انت يدك حلوه زي الفل اهو. ازيك يا بنت يا صبري؟ مالك يا بنت في ايه؟ في ايه يا بنت؟ هي ما قالتلكش انني ملبوسه؟ مين اللي قالتلي؟ ومين ملبوس مين لابس مين؟ حد انا ما اعرفش حاجه. اديك عرفت. طب اعملي هاني دلوقتي، يعني انت مين؟ ولا انت لابسها ولا هي اللي لابساك؟ ولا انتوا التنين عايزين تلبسوني؟ انت عايز ايه؟ انت مين؟ اني ثروت. ثروت؟ طب وانت ليه لابس الولية دي يا عم ثروت؟ الحب. حب؟ طيب ربنا يهنيكم ببعض. ده انت حلتها يا عم ثروت. انا اطلع برا وانتوا التنين تحبوا بعضيكم انتوا صبرين، وخذوا راحتكم، الدار كلها تحت امركم. انت بس لو عزتوا حاجه اوقف وقول يا دي مندور، تلاقيني خدام تحت رجليك. بس ابوس يدك فكاد يا عم صاروخ. سلام قولا من رب الرحيم. لا بص ليش كده، انا بخاف. يعني شوف انا عامل ملاهي الشيطان وكل حاجه، بس انا بخاف. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا عم صاروخ؟ تعال هنا. ولا هنا ولا ما مش هاجي صاروخ. تعال هنا. حياتي انا مين جاي صاروخ؟ تعال هنا. انت زفتها يا سوي. اوامرك يا مندور بيه. عملتوا ايه في الولية اللي جابت البلوة دي؟ قتلناه. حلو حلو حلو، الحمد لله. ليه يا مندور بيه؟ ده هي اللي جابت لك ست الحسن والجمال. حياة النبي، طب سلم على ست الحسن والجمال. ازيك يا ست الحسن والجمال؟ اهلا اهلا. شوف ما طلعتش ست الحسن. قول لها انت مين؟ قول لها انت مين؟ انت مين؟ انا ثروت. يلا خد يا الزريبه، ما فينا تسيبها لوحدي. امشي امشي، خد هترتاح يا عم ثروت. الزريبه كل زي ما اتفقنا، زي ما اتفقنا. امشي امشي. لا خدها انت، خدها انت. امشي امشي، روح يا عم ثروت، روح روح. اسود ده الا للسودة دي، ده الظاهر من كتر الناس اللي قتلناهم هيطلع على دماغي. استر يا رب. سلم قولا من رب رحيم. مين؟ أنا ثروت يا مندور. أنت لسه ماشي ثروت ولا اللي مشي ديت البيت؟ أنا ما بقتش فاهم حاجة. عايز مني إيه؟ أنا موجود معاك يا عم نمرة السرايا. عايز مني إيه؟ أنا حبيتك. والمطلوب؟ أقعد معاك وأسيبها. خلاص تقعد معاي، وانا زي ما انت شايف يعني ربنا فتح عليا وعامل ملاهي للشيطان. انت اللي هتمسكها ومرتبها تشوف، بس الحمايه الاول. بجد هتحميني؟ احميك. ربنا يبارك فيك يا عم صاروخ، واهم حاجه ما تطلعليش وانا لوحدي بعد كده، نتقابل في الملاهي. اتفقنا؟ اتفقنا. بالسلامه انت، بالسلامه. استبيني استبيني. الحمد لله الحمد لله. يا سعادة البيت بتكلم راجل شرير مولود في الشر. ايوه كل البلد مرعوبة، كله خايف، وما فيش حديث في البلد غير على الغولة الغولة الغولة. ايوه مندورة بالذهب مسيطر. سلام. بتكلم مين يا مندور بيه؟ لا دي النمرة غلط. اهلا وسهلا بالرجالة، خير؟ داخلين مبرقين كده يعني، مالكم؟ عايزين نقول لجنابك على حاجة. تقول يا عوض. قول انت يا عطيه. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا عطيه. قول انت يا عسوي. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا زفت الطين. فيه إراد كل مادة في النازل. إراد ايه؟ هو احنا لسه جمعنا المحصول؟ انت فين والقصف فيه؟ إراد الملاهي. اسم الله على جنابك. اسم الله عليك انت يا اخوي. ملاهي ايه؟ ملاهي الشيطان. الإراد ماله؟ في النازل. ملاهي ايه؟ الشيطان. الشيطان؟ الإراد نازل بتاع ملاهي الشيطان؟ ليه؟ شايفني قاعد انا بعمل محشي مع النسوان في البيت ولا ايه؟ امال الطوابير اللي انا شايفها ليل ونهار ديت
بيلعبوا المراديح اللي بيتفرجوا على العفاريت؟ لا بيتفرجوا على العفاريت. حلو، اديك قلت بعظمة لسانك. اللي بيتفرج على العفاريت مش بيقطع تذاكر؟ ايوه. اي امال انت جاي تقول لي ليه الايراد بيقل؟ يبقى انت زي ابوك، وابوك كان ايه؟ حرامي. ايوه انا نسيتك، انت ابن زكي. انت ابن زكي يا ابن الحراميه. وانا بكهربك ده انا بديك باليدات. عايز تسرقني؟ فين يا اتعادل وقول لي مين اللي بيقال لي يا ولد النصابين؟ ليراد. ليراد بتتكلم؟ يا صدقوا عطية بيقول الحق يا مندور. مندور؟ انت نسيت مندور بيه ونسيت نفسك ولا ايه؟ انا نسيت نفسي. انت نسيت نفسك؟ ايوه. انت شك معاه يا مندور بيه، ما تظنش فينا السوق. امال اظن ايه بقى؟ انت معاهم. تعال عشان انت تخين هاخد معاك وقت. لا انا مندوره بالذهب، اقطع الثلاث روس دول. فاهمين ولا مش فاهمين؟ سامحنا يا مندور بيه. قول لي الحقيقه، الناس عايزه ايه؟ يا مندور بيه. ايه؟ الناس ما بقتش تخاف من العفاريه. عايزين يشوفوا الغولة بتنام فيها. ايه هاد الاداء الاوفر دي؟ يشوفوا الغولة بتنام فيها. زاد نفسي هاتلهم غولة. غولة ايه يا مندور بيه؟ ما احنا دفنينه سوا. ايوه صحيح، ده احنا ما عندناش غولة زاد نفسي. طب هنعمل ايه؟ بس جات الفكرة، احنا عايزين غولة غولة صح؟ ايوه. يبقى نعمل كاستنج. ايه الاشكال اللي بتجيبوها دي؟ لفي. افرد يديكي وعلى البيت. يلا خاف مني واخرج على طول. سلامة، هنعمل ايه؟ استنى جات الفكرة. عارفين مين تبقى الغولة؟ مين؟ هات البت صابرين الملبوسة دي. يا سلامة منظور بيه، لو ملاهي الشيطان دي ترجع زي زمان. هترجع وشرفك لا ترجع يا عطية، واقوى من زمان، وهتلاقي الطوابير لحد اخر البلد، وهنكسب والفلوس هتلعب معانا تاني. الناس عايزة ايه؟ عايزة الغولة، عملنا لهم غولة. مش زبطتوا صابرين؟ خلاص انتهينا، ما تخافش. بس انتوا خلي بالكم من شغل، ما تقفوش مبرقين كده بس والناس تدخل من وراكم. ها اصحوا. عارفين يا بقرة انت وهو، لما الفلوس تلعب معانا تاني هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هجيب ميني كوبر. طول عمرك طموح يا منظور بيه. لا ونزيه، واللي في يدك مش ليه، واللي ليه مش ليه. يعني ايه الجمله؟ يعني ايه اللي ليه؟ واي كلام، واي كلام. شوفوا الزفت اللي بتجهزوها بقالكم يومين. يا عيسوي. اهو عيسوي جاء. خش يا ملبوسي. يلا اهي جهزت يا منظور بيه، وبقيت 100 100. صابرين صابرين. عابت قوم يا عقل انت. اقعد يا بت اقعدي. تذاكر جاهزه؟ جاهزه. مش عايز دلع في الملاهي ها؟ ايه؟ ايه بتزن في وشي ليه؟ لا دي مش صابرين، مش صابرين، دي غولة بجد. ضحك عليكم، حد جاب لكم غولة بجد. عطيه. لا رخان. لا عطيه. لا تعال خايف. عطيه. لا منظور بيه، منظور بيه. العلم النهف في الخلق هيطلع علينا، اللي عملناه في الناس طلع علينا. بص ما قرب بتزوم ازاي؟ شكلي تشليت. ايه يا منظور بيه؟ تشليت. العصاية وقعت. ما توقع العصاية، بقول لك تشليت، بقول لي عصاية. أنا خايف يا ناس. روحوني. من انت في بيتك يا منظور بيه. لا ده مش بيتي، مش دخله تاني. وانت براحتك برطع براحتك فيه. يعني انتم مستنين منزف من الخوف قدامكم. شلوني حمل يا ولد. شلوني حمل. شلوني شلوني ادري يا ولد.
الموجة دي مش تنتهي أبدا. يا شباب يا حلوين، شوفوا كده فتشوا في بيوتكم، ما فاضلش غير البوكسرات تلعبوا عليها. ها كريم، يعني انت مش ناوي تستجدع معانا وترجع لنا حاجه من اللي احنا خسرناها؟ لا مش ناوي استرجع ولا ارجع حاجه. بقالك بتلعب معايا كام سنه؟ 65 سنه دلوقتي، عمري رجعت لكم جنيه؟ مش همشي لما ارجع اللي خسرت. لا جدع، ده كرياض، وريني هتاخد فلوس ازاي. ايه بقى كريم يا جدع؟ ده احنا اصحاب يا جدع وعشره عمر يا جدع. الله، ده احنا نكر يا جدع، ده احنا حوار اسطنبول تشهد عملناها جدع. ايه ده 40 جدع في الموضوع؟ ايه يا جدع يا جدع يا جدع؟ ايه انت بتنقط يا عم انت؟ ولا حوار اسطنبول ولا بتاع، كل ده كذب. انا مختلف عنكم تماما يا جماعه. بص على الشعر، حد عنده الشعر ده بتاع كريم؟ بتاع كريم؟ ها؟ حد عنده البنات اللي بتتهافت يا جماعه؟ ركزوا ان انتوا قاعدين مع كريم، عيب. احنا خسرنا لكن الخساره مش عيب. لكن يا ترى انت فكرت لحظه واحده بس، هنعمل ايه بعد ما نبطل لعب القمار؟ انت واخد الموضوع بمأساوية ليه كده؟ تصدق مفيش حاجة نعملها؟ ايه ده؟ مفيش أي حاجة حرام نعملها تاني؟ حتى المشروب خلص! خمرة وشربنا، وقمار ولعبنا. عايزين نعمل حاجة شمال كده. بقول لكم إيه؟ نعم. إحنا كدبنا على بعض النهاردة؟ الصبح. صح الصبح. طب جبنا في سيرة الناس بالنميمة؟ بعد الظهر. إيه الساعة اللي قاعدة معانا؟ أنت مأرخ كل حياتنا. طيب بس عرفت الموضوع. ما تحرشتوش بأي واحدة النهاردة؟ لا لسه. بس هو ده اللي فاقر الموضوع، هو ده. يلا شوفوا بقى بنت، أي بنت رايحة جاية كده، وتحرشوا بيها وأنا أظبط لكم الموضوع. طب يلا. إيه مش تيجي معانا ولا إيه؟ أنا أراقبكم وأظبط لكم الدنيا. يلا يلا، خلي بالكم بس الشمس عشان الدنيا نار بره. يلا على ما قالكم. الله، بس احنا هنخرج ازاي في المطره دي؟ يا جماعه مطر ايه ده؟ هو انت احنا اللي عاملينه؟ ايوه يا كريم، بس ده في رعد وفي برق. ايوه لما نعمل مطر لازم نعمل رعد وبرق عشان يبقى 100 100. طب والزفلطه يعني نعمل فيها ايه؟ ما تعقدهاش بقى. بقول لك ايه، لو قابلته بنت حلوه اوعى انت تتعامل معاها، شكلك تاجر بصل ما تفضحناش. يعني المطره دي مش بتبل؟ لا بتبل يا اخويا. يلا بقى يلا يلا يلا، لغوني على طول. قشطه، سلامه. يلا لو لقيتوا بنت حلوه كلموها عن شعري. ها قولوا لها تعالوا شوفي شعر كريم. قشطه. ياه خلاص يا بطه، هانت كلها اسبوعين وابني لك الكوخ بتاعك في الاحراش والادغال. امتى بقى يا طيفه؟ امتى؟ خلاص انا مش قادره استنى. هانت يا بطه، الا بالحق، انت بتحب الاحراش ولا الادغال؟ اشمعنى يعني يا طيفه؟ الاحراش خضرة اما الادغال صفرة. بموت فيك عشان انت فهيم. يا حياتي. بقول لك ايه، الوقت خد، خلينا نمشي خلاص، الساعه داخله على 3 بالليل. بطه انت حبيبتي خطيبتي، انا من حقي ان انا اسهر معاكي واسافر كمان معاكي. تسافر معايا يا طيفه؟ هو انت حالتك تاكل يا اخويا؟ بقول لك ايه، خلينا نمشي احسن، انت عارف اهل الحاره عاملين ازاي. البت مننا لما تتاخر بعد الساعه 1 بتتلط. ده تخلف ورجعيه. نعمل ايه بس يا طيفه؟ نعمل ايه؟ هما كده اتركوا بيموتوا في الكلام والمسلسلات. بطل عشان خاطري عايزك تقعدي معايا شوية حتى نسقوكي عناه. طب ممكن المرة الجاية؟ على رأيك، يلا بينا نرجع. يلا بينا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ شايفين الصاروخ ده يا جدعان؟ اوبا اوبا اوبا، مين البنت الجامده دي يا كبير؟ انت مش عارفها؟ دي البنت فاطمه جول. فاكر عم جول كان بيبيع ترمس على الكورنيش زمان؟ دي كبرت وحلوت قوي يا ده كريم. ايوه بس عيب يا جدعان، دي بنت قريتنا، عيب، ما ينفعش يحصل كده. ابوها راجل كنا نعرفه. بصراحه انا مش موافق، بس هي حلو، هي جامده بصراحه. يعني ايه يا كبر؟ مش هنتحرش النهارده ولا ايه؟ لا انتوا براحتكم، انا مش معاكم بصراحه، بس كده كده هي جامده صاروخ. ايه رايك؟ حلو. ايه المنظر ده؟ رايح تتطاهر ولا رايح تتحرش؟ ما تخليك محترم، شكلك وحش قوي. مش انت اللي قلت لي نتحرش؟ حرش يوم اتنيل ايه؟ البس حاجه يا جماعه. انا مش موافق بصراحه رغم جمالها. لازم نتحرش يا كيمو، دي ضحكت يعني بنت شمال. هي اي واحده تضحك تبقى شمال يا جدعان؟ عيب عقله. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ بصراحه انا مش قادر، انا دايس. مين معايا؟ انا معاك. لا انا ماليش دعوه، اتفضلوا اتفضلوا، تعال تعال تعال. انت بيعتين شوكي رايح يتحرش. بنت بطة، ايه الحلاوة دي يا بنت بطة؟ طيفة انت عارف انا بحبك قوي وعايز افضل معاك ليه صح؟ عارف يا بطة، عشان انا ذكر ملك. خلي اي متحرش من دول يتحرش بك وانا الهاشم اسناني. بقولك يا ذكر، انا هجيبها لك من الاخر عشان انت الرجولة اكلاك شكلك. الشباب الحلو ده جاي يتحرش بخطيبتك، في مانع؟ لا
لا يا فندم مفيش اي مانع. في اي اعتراض في دماغك؟ لا يا فندم مفيش اي اعتراض ولا مانع. طب معلش عشان القعده عائليه بس فشويه نفس بقى. تسمح لي امشي؟ انا لسه بطلب منك. شكرا يا فندم. الله يخليك. مع السلامه مصطفى. اشكرك انت متعاون. ما تشكرنيش انا، اشكر بطل بالحق. معلش يا فندم. اتفضل. يا ريت حضرتك تديها الدبله بتاعتها، انا معايا واحده تانية. انت ابن حلال. شكرا يا فندم. والله ابوك رباك. طلب اخير بعد. خطرت معايا العيال عايز تتحرش خلصت. معلش يا فندم. ايه؟ خلي بالكم منها. لا دي في عناية، اول ما خلصت تحرش هجيبها لك لحد البيت انا اوصلها. على السلامة يا درش. شكرا يا فندم. مالك قابل، شاب ابن حلال قوي 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 قوي. ايه الحلاوة دي؟ يلا بينا. دي بنت قريتنا ما ينفعش. يلا بينا بقى. ما ينفعش ما ينفعش. يا جدعان ما ينفعش. يا زينب ايه التخلف اللي الشباب بقوا فيه ده؟ ايه ده التحرش بقى عيني عينك كده؟ مش عارفه مالهم ايه اللي جرى لهم اليومين دول. ها مصطفى ساب لي دي، انتوا كنتوا جايبينها بكام؟ يعني جبناها بحوالي 200 جنيه. حلو حلو حلو. بس يا واد، بس يا واد الكلو كلو وجعني الله يخرب بيتك. ولا سيب لي الابهام يالا. يا ابني يا ابني الله يخرب بالراحه بالراحه يخرب بيتك يا علاف يا ابن العلاف. ايه ده؟ المهم يعني انتوا بتيجوا هنا كتير؟ اه كتير، كل ما نشوفوا واحد حلو زي حالاتي كده انت عارفه اصحابي شباب وبتاع وعايز انا ماليش دعوه. السلامه صح، بس انت حلوه بصراحه. ربنا يخليك. انا فرحان بالدفعه. يخرب بيتك الاكله دول لسه عاملاه من نص ساعه. اه يا الخنصر. يا جدعان دي بنت قريتنا، بنت قريتنا دماغي صح حش. بس هنعمل ايه بقى عيال؟ يتحرشوا اي حاجه تفرح الاولاد. بالظبط كده. انت تايهه عنا فين؟ عنا فين؟ جايبه سحرك ده منين؟ ده منين؟ الواد كان الابهام. انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده، لازم انتقم، لازم اخد حقي. لا يا بطل اوعي تخلي الشر يتسلل جوه روحي. لا وبعدين انت خلاص اغتصبوكي في حلقه وخلصت، دوروا الباقي عليا انا، فاضل لي 120 حلقه الله اعلم يحصل فيا ايه. وانا ناوي اتجوزك وانسى الموضوع ده خلاص. ايه الاسلوب ده؟ انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده، لازم انتقم منكم كلكم. بنتي خلاص ما تزهقيناش بقى، الناس تجيبي طبلة وطار وانا فتاة مغتصبة، عرفنا ان انت مغتصبة، انسي الموضوع وانا موافق اتجوزك على الابيض من اول وجديد. قبتمك يم قبتمك يم شتنتني ملومك يم تاني انا ترتمي انا ملرم بشكوبك يم قبتمك يم قبتمك يم شتنتني ملومك يم اشتني انا ترتمي انا ملرم شبابك يم. صلى على النبي يا بطه، ايه اللي جرالك؟ اوعي تفقدي عقلك، هتبقي مغتصبه وهبله. لا اهدي اهدي، انا الراجل اللي هتجوزك موافق ان انسي الموضوع ده، هنتجوز على الابيض على جديد يا بطه خلاص. يخرب بيتك بهدلتيلي صدري من زغد زغد ومشوراني، وربنا ما انا متكلم معاكي. يلا غوري في داهيه، يا رب يغتصبوكي تاني. ده ايه القرف ده؟ حلاوتك يا كبير. اتفضلي يا عروسه. ايه ده؟ مين دول؟ صحابي. مين؟ صحابي. اللي مين؟ لا دول العيال اغتصبوني. يا شيخه بقاش قلبك اسود بقى، دي عيال طيبه وغلابه قوي، المجتمع هو اللي ظلمهم. من النهارده دول اخواتك. انت غشاش وقوانتجي ولازم تموت. وانت كمان دمك بارد. يعني ايه هربت منكم؟ شطوركم اختفوها واغتصبوها. ذات هو تبدا من وانا واقف. انت اتجننت؟ اعمل لنا كده يا سبت. حلاوتك يا كبير. منور ابو فايزه، خش على السنيوره العب. اكيد دي السنيوره. وريني يا اخويا، خلصين بالقديم. ايه ده ايه ده مالك؟ انا حاسه ان انا هيغمى عليا. لا 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 مش وقت، الناس قاعده. عيب. ادخل انت يا كبير، انت في الامان اطمن. وانتوا ايه النظام؟ احنا قاعدين قاعدين قاعدين. ده مش قاعدين، تعالى عند خالتك اطلع بره انت وهو. يلا بكلسونك ده. يلا يلا يا خفيف انت وهو، سيب الكوتشينه دي وغرف دايه. يلا. عموما يا كبير الدنيا لقى وتلاقي. لقى وتلاقي. يلا اطلع بره مش عايز اشوفكوا تاني. وانت اللي في العين السخنه. يلا بره. ايوه جميل. بره. أقذر الناس عرفتها في حياتي. بره يا زبالة. فعلا زبالة، تعالي يا حلوة. يا وسخ يا ولاد الأدب. مبروك عليكي، مبروك عليكي شقتك، اقعدي اقعدي. ميرسي يا بيبي فصلوني. ما تخليش حد يعصبك بقى، دي ليلتنا. تعالي، أيوة كده اتغندري اتغندري. ما شاء الله ما شاء الله، إيه النصيب ده؟ أهلا أهلا. تصدق يا بيبي قفلوني؟ لا لا ما حدش يقفلك، إحنا هنولع الشموع دلوقتي وهنعمل النسكافيه وهننبسط آخر انبساط.
حلو قوي حلو قوي، انا بحب الانطلاق ده، حلو قوي ده. ميرسي. عايزه تقولي حاجه يا بنت؟ ها، عايزه فلوس؟ لا ده بعد الدخل على طول هطلبها. اوكي اموري. انا بس يعني مكسوفه شويه. لا اتفضلي. خير؟ قلقتيني. يعني انا كفتاه مغتصبه كنت حابه اقول لك ان شاء الله الموضوع ده مش هياثر علينا خالص. ثانيه واحده. انا باذن الله حل... ثانيه واحده. ليه؟ انا خليني اكمل بس. لا كمان. في جمله توقف كل اللي جاي. انت كفتاه ايه؟ مغتصبه. مغتصبه؟ طب انا من حقي اعرف قبل الجواز، ما قلتليش ليه؟ لا لا الجوازه دي خلاص فيك، الجوازه دي باظت. يعني ايه كريم؟ اللي يعني ايه؟ حصل امتى الاغتصاب ده؟ انا جاي يومين من دبي قلت اتجوزك وامشي. نعم. قالوا لي بنت الناس طيبين. انت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ حس... كنت معايا بتتفرج عليا وانا بغتصب؟ انا كنت معاك وانت بتخطب؟ امتى الكلام ده كريم؟ ايه الصبع؟ صبع؟ وانت مريضه ولا ايه كريم؟ الاكلادور. اكلادور ايه؟ انا مش فاهم حاجه. الكاني يا كريم. كاني ايه؟ انت ايه الهوس اللي انت فيه ده؟ لا ده انا اتغشيت فيكي. الكلسون يا كريم. كلسون؟ الراجل اللي كان قاعد هنا ابو كلسون؟ انا بشوفه في كل حته بس ما حدش بيعمل ايه بصراحه. لا بقى يا كريم ما تهزرش، ولا انت عشان يخش شورت شعرك وما لسه هتعملي بقى الحبتين دول؟ لا اذا كان على شعري انا مش هشوره من زمان، مش اول مره هشوره لك، فاهدي كده وشكلك فيه بقى شامم ريحه الجنان. ريحه جنان؟ لا يا حبيبي الكلام ده عند ام لطفي اللي بتقيد وتطفي مش عندنا. عند ام لطفي اللي بتقيد وتطفي؟ يعني مقعدك في الديكور ده كله وعامل لك الهاله دي وتقول ام لطفي وبتقيد وتطفي؟ لا 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 سوري، حتى لو مش تم اغتصابك انا مش هيشرفني الجو. يا سلام يا سلام يا اوعى يا اخويا يا اخويا، فاكر نفسك هتهرب من الدخله ولا هتهرب من الدخله؟ هتدخل يعني هتدخل. ايه الجراء اللي جاي لك دي؟ ده انت لسه قايله ان انت مغتصبه، ايه ده البجاحه؟ يعني ايه مغتصبه؟ انا اول لاخر واحده مغتصب ولا ايه؟ اه يعني هي حاجه شريفه قوي، ما تتلم يا ولية. شريفه ونص، ما تتلم انت كمان. لا اوعى كده واصحى. لا هصحى هصحى، وبدليل ان انا سايب لك البيت وماشي. لا يا حلوه هتسيبني وتروح فين؟ تعالى انزل اقعد عليها مع اصحابي. لا يلا يا ولية مجنونه. تعالى يلا يا مجنونه. جفنه علم الغدر. سعيدة يا خواجة خريستو. يا آخر يا آخر سيب خامة. كلميرة سيب خامة. كلميرة، إزاي ابنك الكبير يني؟ بخير الحمد لله. بخير. وابنك الصغير بخير يني؟ بخير الحمد لله. وبنتك الأمورة يني؟ بخير الحمد لله. أنا بدي منك وقت توم وتزيدني عليهم لو تكرمت نص وقته. قليل اتنين. فادر جيم كامل. ممنونك ممنونك ممنونك. فادر جيم كامل. مساء الخير. لو تكرمت لو جالك توم شيع لي حد عند البيت. تحت امرك جيم كامل. مساء الخير. كلميرة. مساء الخير. سمحم. سعيدة يا فتحية. سعيدة مبارك يا سمحم. اتفضلي يا فتحية، من مجهودي الشخصي وكدي وشقايا جبتلك كل طلباتك. البت لأكون نسيت حاجة، استرها يا رب. من جهة نسيت فانت نسيت يا سمحم، نسيت قبولاتك ليا. أنا ما نسيتش قبولاتي يا فتحية، أنا بدي أقولك إني واخد على خاطري منك حبتين تلاتة. يا ندمتي؟ إزاي كده يا سي محمد؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. انزاحي شوية يا فتحية. آه يا عفريتة، آه يا محتالة، آه يا بتاعت جوز ولا فرد، بتضايقيني؟ وترجعي تستغلي مرؤتي وشفقتي وطبتي لدرجة إني بفكر أصفح عنك. صدقني يا سي محمد، غيابك عني في العمل بيزود من شكوتي وشجوني، وبسهر طول الليلة ناجي القمر في غيابك. بس ده مش معناه يا فتحية إنك إيه؟ هو ده سبب مضايقتي. نسيتي تصحي في الصباح تلمعيلي طربوشي لاجل منزل شغلي مرتاح.
هو ده اللي تعلمتيه في بيت والدك؟ طربوشك، طربوشك على راسي يا راجل. سامحني يا سي محمد، سامحني. زيدي في البكا والاسى لاجل اصفح عنك. اصفح عني يا سي محمد، اصفح عني، سامحني. عايزك تفهمي كمان يا فتحية ان بكد وبكدح في الشغل، وساعات كتير بتعور، لكن لما نحوش التلاتة جنيه واجيب لك الراديو الترانزستور اللي يونسك في وحدتك. يا حبيبي يا سي محمد. يا ما نفسي يا فتحية إبليس يبعد عن عشنا شارعين تلاتة، ونعيش في هدوء ومحبة، لا نكلم حد ولا نكلم حد، ونعيش في حبنا الهادي طول العمر. يا رب يا سي محمد. بتبكي ولا بدك ترجع يا فتحية؟ محبش أشوفك كده، عايزك شجاعة تتعودي على قسوة الأيام. مفيش ورد من غير قصرية ورد بالطين تشيله، والدنيا على كده وكده، واللي يدوق القسوة يحس بلذة النعيم. ربنا يخليك ليا يا سي محمد. فتحية أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. بص كده. ازيك يا نادية؟ ازيك يا ممدوح؟ مالك يا ممدوح؟ متضايقة من حاجة؟ أيوة أنت اللي مضايقاني بصراحة يا نادية. أنا ممدوح؟ ليه؟ في إيه؟ 100 مرة قلتلك يا نادية أنا جوزك ولازم تسمعي كلامي، صح ولا لأ؟ ما أنا بسمع كلامك يا ممدوح، أنت بس قولي عايز مني إيه وأنا أعملهولك. قلتلك كم مرة يا نادية ما تلبسيش بنطلون؟ وماله البنطلون يا ممدوح؟ مش عاجبك في إيه؟ مش مسألة مش عاجبني، بس بصي حواليكي، إحنا بقينا في السبعينات يا نادية، سبعينات. شوفي مامتك، شوفي اصحابك، شوفي جدتك، كله بيلبس قصير. ولا انت مش واثقه من رجليك يا ناديه؟ لا يا حبيبي، انا بس خايفه لا تكون بتغير عليا. غير ايه يا بنتي؟ ايه الكلام القديم ده يا بنتي؟ احنا في السبعينات، فاهمه يعني ايه في السبعينات يا ناديه؟ مش معقول، لازم تتطوري. مش معنى ان انا علمتك تشربي بيره وسجاري بقى هو ده كل اللي انا عاوزه منك، في حاجات لسه يا ناديه. هي مثلا بصراحه ما تزعليش، شكلك لسه عايشه في اليشمك والملايه اللف بتاعت زمان. او نو. ولا نو ولا مش نو، يعني المزيكا بتسمعي ايه دلوقتي؟ يعني انا راهنك ان انت ما سمعتيش الولد الجديد اسمه هاني شاكر، قمر قمر قمر، واغانيه سكر، جنني جنني. عارفه اغنيته بتقول ايه؟ بتقول كده برضو يا قمر تطوعني على السهر، كده اهو كده اهو. ما انت عارف يا ممدوح يا حبيبي انا ما بسمعش غير اجنبي، البيتلز، الفيس بريسلي. انت هتفتي، ما انا قفشت من يومين بتسمعي احمد عدويه. او نو نو ايه وبتاع ايه؟ بقول لك عيشي السبعينات. انت مش شايفه السوالف قد ايه؟ ده انا بنهج منها وانا قاعد في العربيه. وبعدين عبقريه السبعينات، بصي بصي هوريكي حاجه افهمك. شايفه الجزمه دي؟ دي جزمة تيجي في أي عصر إلا في السبعينات، دي صبخ رصانة، خلي بالك مش جزمة تافهة. عيشي وفرفشي بقى وأنا هفرفشك أكتر. عايزك النهاردة تنيمي الولاد بدري عشان محضر لك مفاجأة عظيمة. بجد يا ممدوح؟ إيه هي المفاجأة الحلوة اللي أنت محضرها لي؟ هنروح نلعب قمار في عوامة واحد صاحبي. أوه نو، مش قادرة يا حبيبي يا ممدوح، أنت مش حارمني من حاجة أبدا. إيه يا بس يتقبض علينا في الآخر عشان السسبنس يكمل. الله كده برضو يا قمر تصاحبني عالصهر، كده يا كيكو. ايه ده وليد اللي معاك؟ قشطة، قول له بقى السهر النهارده صباحي. ها ما يقوليش ساعة ويخلع، أنا عارفه بياخد شبشب في البيت. يا ويلا يا ويلا، الجواز ده عايز رجالة. قول لك يا كوكو، أنا نازل مع أصحابي في افتتاح كافيه جديد، واحد صاحبنا مبارك له وبتاع ساعة يعني ولا حاجة. تنزل؟ سوري؟ ناوي تنزل؟ لا مش ناوي خالص خالص. أيوه، قعدت أقول لهم أنا نازل نازل بس قشطة فاكس،
تحرقوا تحت في الشمس. انزل ايه وبتاعي. بعدين كريم ده رخم قوي، هو كل الشله انا يعني ان شاء الله هقطعه ان شاء الله. ما تحطيش بالك. لانزل ايه. يا وليد. لا سوري يا معلم مش هنزل. لا 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 ما عنديش مود نزول، هزهق بصراحه، ما احنا لسه خارجين من 4 شهور. لا 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 فاكس بقى يا معلم. قشطه. ما تفوتوش عليا تاني، ها مش ناقص احراج. اوكي يلا باي. بتعمل ايه؟ نعم؟ بتعمل ايه؟ لا يعني قلت انفخ سيجاره كليفنج يعني. تدخن؟ واحنا بندخن في البيت عادي كده؟ صح صح سوري انا نسيت. معلش نسيت الرولز. معلش معلش انت عارف البني ادم نسي، انت يعني ساعات بتنسي. عادي عادي. كوكو انت كويسة؟ حاسة بحاجة في زورك؟ اشربي حاجة؟ مش عايزة تسافري؟ طب انا سافر. ايه الزفت ده؟ عايزة اتكلم معاك. شغلتك على خير حبيبتي، في ايه؟ فين قصة العين السخنة؟ نعم؟ قسط العين السخنة فين؟ اهدي بس، ما انا اديتهولك كان في ظرف قد كده اول امبارح. هو ده كان القسط؟ امال ده كان ايه؟ انا عملت بيه شوبينج. اوكي اوكي مبروك يا روحي مبروك. انا بس مدهوش، اصل انت عارفه انا قاعد من الشغل، لما ربنا يكرم ان شاء الله هكيش لك الشاليه باذن الله. انا مضحيه على فكره، انا ما بعملش بديكير، انا ما بعملش مانيكير، انا ما بعملش شعري، انا حاطه قصيته. اضحي اكتر من كده عشان حياتك قاعد من شغلك؟ معلش يا حبيبتي بس ما تنسيش يعني، يعني انت مستعجله ليه على العين السخنه؟ مستعجله ليه؟ علشان نرمين استلم الشاليه بتاعها امبارح وانا رايح صيفين مع صحابي. يعني ايه الظلم ده؟ ايه ده انت قلبتي لي كده؟ يعني اتجوزتي كان مستواكي ارقى من كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاسلوب ده؟ اوكي هكيشهولك بعد بكره ان شاء الله. ايوه امتى؟ ما انا قلت بعد بكره اعمل ايه؟ ممكن بقى اكمل فيلم عشان دمه خفيف قوي. لا يلا خش اقعد جوه. اقعد جوه ليه؟ عشان رشا جايه. طب ما انا عايز اتفرج على الفيلم. خش اقعد جوه. انت مالك بقيتي عصبيه ليه كده؟ يلا ممكن اخد تفاحه؟ لا يلا 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 يلا. يا كريم انت فين يا راجل؟ بقول لك يا كوكو، ما تعرفيش مفتاح الخزنه فين؟ عشان فيها السي في بتاعي، هقدم على شغل بكره ان شاء الله. ضربه ولا خارجين النهارده، ما ينفعش فوت الخروجه دي. حبيبتي المفتاح بتاع الخزنه شفتيه؟ كان في الدرج اللي في كوميدينو عشان السي في بتاعي. مش ممكن يا علاء، ده علاء كمان خارج معاهم. يا ستي قولي لي فين مفتاح اكسر الخزنه، انا ممكن اكسرها. خزنه ايه؟ الخزنه بتاعتنا عشان السي في بتاعي اقدم على شغل بكره. هو انت مش شايفني بتكلم ولا انا بهرج مثلا؟ صح 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 سوري ما بتهرجيش، انا اسف انا اسف. سلمي لي على علاء. انت بتعمل ايه؟ هجيب ماتش برشلونه النهارده اعتزال ميسي. ميسي؟ ميسي لعيب بحبه ما فيهاش حاجه. احنا كل يوم بنتفرج على برامج الطبيخ واحنا اصلا بناكل تيك اوي. انا ممكن اطلب طلب؟ ايه؟ انا عايز اتطلق. لا 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 ده انا بهزر بهزر يا عبيطه، وفي راجل يقول انا عايز اتطلق؟ خلاص خلاص اهدي اهدي. بقول لك يا حبيبتي ما تيجي نروح للدكتور يعني نعرض عليه الموضوع، انا خايف يخرج مره ما يرجعش تبقى مصيبه. يعني ازاي؟ اهدي اهدي هو هيلم، انا بقيت اعرف وقته خلاص. ايوه هيلم هيلم. استغفر الله العظيم اعف عنها يا رب. طب يا كوكو انا هدخل انام، تصبح على خير. تنام؟ تنام ازاي يعني؟ انام فيها ايه انا؟ عشان ما اقعدش استفزك اضايقك كله لمصلحتك. يعني انا افضل اشتغل طول النهار ويطلع عيني وحياتك بالليل تيجي تستفزني وتخنقني وعايز تنام؟ اخص عليك اخص عليك، انت بتعايريني عشان انت بتشتغلي وانا لا؟ وبعدين بذمتك انا بخنقك ولا بناكب فيك ولا بزهقك؟ تلوي بوزك كمان. لا دي لا بقى، انا بلوي بوزي؟ يعني انا هقبل كل حاجه الا حكايه البوز دي. انا اللي بلوي بوزي؟ امال اللي بيطلع منك دوت ويلطش في وشي وفي الحيطان ومبهدلني وخانقني في حياتي ده اسمه ايه؟ انا؟ ايوه انا. لا لا مش قادره اصدق والله العظيم، ثلاثه انا بقيت كتير ما ضحكتش من قلبي كده. لا انت ضحكتي حاجه كاكا. انا عندي بوز.
موهومة. انت اسمك الشارع كله بيقول عليكي كوكو بوز. اسمعي كلامي. اسأل ده انت مشهورة. كوكو مبوز كوكو مبوز. اهو 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 قفش. ايه ده بيطول. انت بتطوليه ليه؟ ده بيلف عليا. يا نهار اسود يا فلاني. عم ابراهيم بواب. الحق كوكو بوز هتموتني بطاسة. مفيش. أنا جاي. بس قلبت دماغنا. مش اللي هيعلي صوته والله ما واقف. أنت هنا. أنا اللي بدأ في شوكو مش هنبيع. أنا دماغي توجعاني واحدة واحدة. أنت فرن المعلم حنفي. هات استنى يا رخاي أنت. عايز إيه؟ 10 الغفة ليه معاك معايا؟ هما 3 الغفة. بالسلامة. ليه 10؟ مع السلامة. هات يا حبيبي. الله يخليك يا اخويا. لا امسك فيا واحد. اقول لك هات هات. ما تحمدش ربنا. تعال هنا تعال هنا. هات الرغيف. ما تجيش تشتري من عندنا تاني. استنى انت شوية. بجنيه. بجنيه؟ قاعد انت ومين في البيت؟ انا ومراتي وابني. انت ومراتك وابنك؟ امسك اتنين انت ومراتك. استنى يا ياض. خد النص لابنك. يلا بالسلامة. بس استناني انت شوية. 5 رغيف يا معلم لو سمحت. 5 رغيف ليه؟ انا والوليه والعيلين وام. امك قاعده معاك؟ ايوه امك. ما ينفعش تاخد لها. ايه المعلم ده؟ ايه ده؟ انا عايز افهم ده لقمه ده ولا رغيف. هو عيش هتاخده ولا مش هتاخد؟ هو كده. امسك ادي العيلين. ايوه. وانت والوليه وامك ست كبيره. ده يلقبك في معدتك. معلم ازاي ما هيزي بني ادم محتاجه زينا؟ ان شاء الله عنها مطافح. وانا مش بايع لك. عايز حاجه تانية؟ طب خلاص هاخدهم يا معلم. هاخدهم والله العظيم. ما انت واخده. الله يخرب بيوتكم. الله يخرب بيوتكم. احنا بنطفحكم. يلا ده انت شعب النهاردة. سيك اولي. يلا تكل على الله. انا مش هبيع. شطبنا. ايه في الهد النهار دي. يلا بالسلامة. بكرة بكرة العيش ناشف. العيش ناشف. يلا يلا رايل تومن. ايه في الهد الفرد. صباح الخير يا معلم حنفي. صباح الخير يا معلم حنفي. انت كنت فين الصبح؟ انت جاي متاخر الصبح وساب المعلم حنفي بقوته في السوق ابيع عيش لعامه الشعب. انت جننت يا صبحي. سامحني يا معلم. اصل وانا جاي التوك توك اتقلب وقعت على ركبتي اتجلطت. ايه اللي حصل؟ وقعت على ركبتي اتجلطت. انت شكلك كذاب. شكلك كذاب ومرتبك. انت عامل حاجه؟ لا يا معلم. انت عامل حاجه؟ مش عامل. لا لا. وايه الخرفشه دي؟ ايه في صوت خرفشه؟ مفيش يا معلم. ده كيس. كيس؟ انت جاي تخوفني في الفرن بتاعي صبحي. ايه اللي في الكيس يا صبحي؟ مفيش حاجة يا معلم. لا انت مضطرب. لا مفيش حاجة. انت مضطرب. يعني ايه يا معلم؟ لا في بلوة في الكيس ده. لا 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 لا. اوعى تكون جايب لي تعبان ولا حاجة. مفيش حاجة يا معلم. طب ما تشوف. ده كيس فيه اشياء. فيه اشياء. وريني. مد ايدك وريني وطلع. اهو. يا نهار ابوك اسود. عيش فينو يا صبحي؟ عيش فينو؟ وجاي لي بيه في الفرن البلدي بتاعي. قصدك ايه؟ قصدك تقول لي ان انا بلدي؟ انا بلدي وبحب البلدي. وريني فيك ايه تاني. وري. يخرب بيتك. جبنا نستو يا صبحي. جبنا نستو يا معفنين. وعيش فينو. اوعى كلك في السياسه من ورايا. لا سياسه يا معلم. انت مكبر موضوع قوي. ده واحد صاحبي جابهم لي عشان افطر بيهم. انت شكلك كذاب. لا وربنا شكلك كذاب. لا صاحبك ما يعملش كده تاني يا صبحي. فهمت؟ حاضر يا معلم. يمين بالله الحاجه دي لو اتكررت تاني يا صبحي لا هطردك ومش هتاكل عندي عيش ثانيه في الفرن. وغير كده وكده بقى ايه؟ هتشوف قسوه المعلم حنفي. قسوه ايه؟ المعلم حنفي. ايوه حنفي. تمام يا معلم. يا حب الحب يا حب الحب يا كيداهم. خليتي قلبي عجينه. تقولي حنفي يجي كده. حنفنفي يجي كده. اشغلك ايه؟ اشغلك الحب الحقيقي ما بينتهيش. الحب الحقيقي يا حب الحب. يا بكاش البكاشين يا كيداهم. مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ ولا حبيبتك. ايوه حبيبتي. حبك برصي حنفي. قوم يا اخويا اقف وانت بتكلمني. لا انا بحب اقعد على الكنبه براحتي. اسم الله.
فيك يا دوب تعالي بس ارتاحي تعالي دخل لنا بشريكك ليه كده ما نفشوش لي يا خوي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله صدق بالله وحستيني وحستيني بجد باخلاص وحستيني ايه وحستيني دي اما بشوفك بطاري بالشين بتضرب مني بحبك يا كيداهم مالك فيكي ايه بقول لك ايه حنف الحبتين دول ما تعملهمش عليا يا اخويا ما طلبتش معايا ومبروم على مبروم ايه ما يقفلش لا يا عنيا ما يرلش ده انا كيداهم ورحمه اللي جابوا ابويا وامي يا حنف لو خرجت من البيت تاني من غير ما تستاذني لفرج عليك اهل الحاره كلهم وما هدخلك البيت ده تاني وانت عارف بقى كيداهم واسود كيداهم وهو ده اللي معصبك لا انا استاذنت كتبت لك ورقه وسبتها لك على الكومودينو انت اللي ما قريتيهاش اهدي كده في حاجه تاني معصباكي وقلقاني بصراحه بصراحه بقى معصبني في الجوزين اللي فاتوا اتجوزت عليا مرتين ويا عالم هتتجوز عليا مين تاني لا الجوزين اللي فاتوا ايه وجواز ايه تاني خلاص توبنا الى الله دي كانت نسوان كده يعني تحس انها مراهقه تقلك بقى كدهم خلاص كل دول كانوا ناس زواج انت واصل والله انت الاصل يا ابيض اهدي بقى كده طب ايش كلمه حلوه كده اضطر عليا نار الفرن قبل ما تمشي في عيني في نور عيني كبه وكبه ومن يوم كبه الهي اشوفك يوم يجي لك ويحط عليك يا حنفي يا رب بابا عايز التموين تيجي تلم عليك اللمه الله ينتقم منك يا شيخ علمي معلمي 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 ايه يا زفت في ايه معلم في واحده بره بتقول اسمها جينيفر لويس مين يا قد جينيفر لويس لويس الله يخرب بيتك جينيفر لويس جينيفر هي دي يا معلم هي اللي في العربيه ايوه يا معلم شوف ربك الكريم عايز يفرحني بعد الهم اللي كنت فيه جينيفر 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 ايوه ايوه الله يفرحك يا هديك 15 رغيف تروح بيه الله عليك يا معلم يا اهلا يا اهلا الروائح بتقول هي جينيفر 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 يا اهلا يا اهلا يا اهلا الفرن والحاره والمدنيه كلها نورت اصيله من يوم ما عرفتك وانا قلت ان انت بنت اصيله لسه فاكراني لسه فاكراني فاكره المعلم حنفي ايه الحلاوه دي ايه ده دخلتك بالعربيه نسيتني كل حاجه انت هات ايوه معلم احرق العيش واقفل الفرن خلاص ولا فرن ولا عجين ولا عيش خلينا في المهلبيه يا مهلبيه يا مهلبيه ألف رحمة ونور تنزل عليك يا معلم إبراهيم يشهد ربنا إن أنا كحنفي عمري ما نسيتك يا جينيفر عمري أي نعم اتجوزت كيداهم بعد ما سبتيني بس أنت سبتيني وأنا راجل ليا كرامة وعزة نفس اتجوزتها برضو ما نسيتكيش يا جينيفر واتجوزت التانية والتالتة إن أنساكي مش عارفة أنساكي ده أنا من أول يوم أنت عملتيلي إيه؟ سحرتيني انت سحرتيلي لقيت نفسي فرن بلد قلت السله اشتغلت في الفينو وفي الباتون ساليه وفي ابو عجوة الحلو دوت برضو ما نسيتكيش يا جينيفر بشوفك في كل الاوقات برمي العجينه في الفرن عشان العيش يقب انت عارف احنا بنبططه كده ونحط دقيق وبتاعه وبنرمي العيش يقب بشوف وشك في القبه اعمل ايه انت عملتيلي عمل وربنا عملتيلي عمل بس انا عاتب عليكي هنفضل لحد امتى تخبطي مشوار من امريكا للشرابيه عشان نتقابل وبنتقابل يا عيني يا فزقاء يا فحاره زي اللي بيبيع بانجو لا مؤاخذه فانا رايي كمعلم هنفي يعني ان احنا نتوكل على الله ونكتب الكتاب قلتي ايه يا جينيفر الف رحمه ونور تنزل عليك يا معلم ابراهيم طبعا مش فالحل غير في التلفزيون والحش ابوكوا نايم ساعة بعد الظهر انزلوا الفرن هوا على العيش ده الرزق اللي بتدفعوا منه مش فالحين غير ماشي مع الشباب حضرتك ماشية مع سعيد وانت مع اسماعيل لا ده هيتجوزك ولا ده هيتجوزك ونهايتها تفضحوني امكوا فين؟ في المطبخ يا بابا هي عندك تهبب ايه؟ بتقطع مواسير بالسطور السطور كبير شوفه بنفسك مع الخير يا ست الستات يسعد مساك يا عيون كيداهم ايوه كده ما شاء الله ما شاء الله قمر واقف في المطبخ تعيش لي يا راجل يا حياتي بقول لك ايه كيداهم سيب السطور ده عشان عايزك في كلمتين مهمين خير خير ان شاء الله لا في حاجه طالما قلت لي سيب السطور يبقى في حاجه يا حنفي اللي حصل مفيش حاجه كيداهم انت قلبتي فجاه كده ليه انا بصراحه عايز اتكلم معاك في موضوع هيحدد مستقبل الأسرة دي
مستقبل الايه؟ الاسره. اسره ايه؟ اسره ايه يا ابو اسره اللي انت بتتكلم عليها؟ ها تعالى لي هنا. اسره ايه؟ انت عامل مصيبه ومخبيه عليا يا حنفي ولا ايه؟ وليه بنات انت اتكلم يا وليه؟ فهمني يا وليه بتهزقيني قدام بناتك؟ عيب كده. انا ما حدش لعب في دماغي، انا اللعب كله في قلبي. قلبك سلامة قلبك. انا عايز اقول لكم موضوع يستحسن تسمعوه مني قبل ما تسمعوه على قناة الاف ام. نجوم اف ام. ليه يا حنفي؟ نويت ان شاء الله تغني يا حنفي ولا ايه؟ تغني ليه وانا معلم عرة؟ ده انا قد الدنيا في السوق. يلا بقى زي ما ترسي. انا بصراحة هتجوز. ايوه ما كفانيش وهتجوز على ماما تاني كمان بتقول. اكيد يا اخويا هتتجوز واحده قطعت لي ايديك يا حنفي. قطعت عليه؟ شايفاني ماشي بقعرك في الشقه؟ ده انا سيد المعلمين يا وليا. انا هتجوز ست الستات جينيفر لوبيز. يا لهوتي يا حنفي. إيه؟ وكمان هتتجوز عليا لعيب كره يا حنفي. يا بت... لعيب كره يا حنفي. يا ولية بتضربيني بالركبه قدام بنات. شوف اياب سودا مني يا حنفي. ها يا وليا. يا وليا يا جهله يا جهله. يا جهله شنيفر لوبيز لعيب كوره ايه؟ دي ست الستات مطربه عالميه، الشباب كله في العالم بيعمل عليها كده، وهي اختارتني انا. اختارتك انت؟ ده انا اللي هجيب اجلك النهارده. شيختني ايه اللي حنفي؟ ايه؟ لمها يا حنفي. مش هلمها. خلي اليوم يعدي على خير. ان شاء الله عنه ما عدى. اغزى عليك يا حنفي، اغزى عليك. تسيب كيداب ام بناتك الحلوين المقطعتين دول عشان المطربه المشهوره بتاعتك دي؟ انا سيب ام عشان جينيفر لوبيز. ده انت يومك النهارده اسود، ده انا هخليكم تصوتوا عليه النهارده. صوتي بقى يا كده يا حنفي؟ ايوه كده. كده برضو؟ ايوه كده. خلي عندي كرامه اطلب الطلاق بقى. ايه ده؟ الله يسامحك يا حنفي. ان شاء الله يسامحك. قولي الله يتقبل منك زي ما انت حرقت قلبي النهارده. اشوفك يوم شيختني ايه ليلات الكهرباء في الطرقه ونخلص منك. بابا انت بتهزر ولا ايه؟ ليه بهزر؟ ليه شايفاني بشقلب على السفره؟ انا هتجوز الست شنيفر لوبيز، هي عندها حفله هنا وقررنا نكتب الكتاب قبل ما تطلع على المطار. بابا انت عيان؟ وبعدين هتشوفها فين جينيفر لوبيز دي عشان تتجوزها؟ ما جينيفر لوبيز، الله يخرب بيت فلوس اللي ضاعت عليكم في التعليم عشان تعرفوا تتكلموا انجليزي. اسمها جينيفر لوبيز، اسمها جينيفر. جينيفر يا جهله يا بنت الجهله. وده حصل امتى ده؟ في صيف 92، كان يوم تلات، في شارع خالد ابن الوليد في سيدي بشر. كنت رايح اجر مايوه بوتوكا ده عشان كنت عايز انزل البحر مع اصحابي. كنت لسه صبي صغير وشغال عند المعلم سيد قدره. بتضحكوا ليه؟ الله، وابوكوا اتجنن ولا ايه؟ لا بعد الشر يا بابا. والنبي يا بنت انتوا ايه السفاله دي؟ ازاي انا اتكلم وانتوا واقفين تنمروني وتوششوا بعض؟ تعالي هنا، تعالي هنا. انباري انباري انباري، ارجعي. تعالي هنا، تعالي هنا بنت، تعالي هنا. انباري انباري، ارجعي. المهم والست شنيفر كانت جايه تعمل حفله في اسكندريه، وجات الفرن تشتري عيش زي ما خلق ربنا، وشافت العبد لله. كانت الهيئه غير الهيئه. شوف انا جميل جمال غريب دلوقتي؟ الاول كنت احلى قمر قمر. بصت في عينيا كده وبدات قصه الحب. هتتجوزوا امتى بقى؟ ان شاء الله هنتجوز. حبينا بعض حب عظيم، حب ما حبهوش سيد لسيده، ولا عنتر لسيده، ولا روميو لسيده. وقررنا ان شاء الله نتجوز. انا مش مستريح لكم. لا انتوا بتتريقوا عليا. تعبت، بقول لك تعالي. تعبت، تعالي هنا، بقول لك تعالي. انباري انباري، ارجعي. تعالي تعالي، بقول لك انباري انباري، ارجعوا. انا ان شاء الله هتفركش الاسره وهيتمكم وانا عايش. بس انتوا مش مصدقين صح؟ طيب مش بتعرفوا تسمعوا راديو؟ عندكم راديو؟ عندنا يا بابا، انت اللي جايبه. انتوا بتكلموني وانتوا بتضحكوا ليه؟ وانا اتجننت؟ انا هثبت لكم. استنى اهي قناة الاف ام. النهارده يا جماعه عرفنا خبر الموسم، المعلم حنفي الفران من الشرابيه رفع راس رجاله بلدنا كلهم، وهيعقد قرانه على مين؟ على جينيفر لوبيز. الله يخرب بيت الاكسنت بتاع الدوله اللي باظ. اسمها جينيفر لوبيز يا بهيم انت كمان؟ اسمها ست جينيفر. جينيفر. انا اسف يا معلم حنفي،
انتوا مصدقين يا جماعه جينيفر لوبيز هتتجوز المعلم حنفي الفران؟ وعلى فكره الخبر ده حقيقي مش اشاعه، والمعلم حنفي لسه مأكد الخبر بنفسه، ومعانا اتصال من مودي صديق البرنامج. انا بتصل عشان ابارك للمعلم حنفي الفران واقول له دي ضربه معلم وخطوه مؤثره نحو فتح اسواق مخابز بلدي في الخارج. يلا غوروا في داهيه قبل ما امكم كمان يغمى عليها واخلص منها. هتجوز يعني هتجوز ان شاء الله على انقاض الاسره دي. يلا يا انت النهارده يا حنفي، يلا يا انت النهارده يا حنفي. هو قتلتهم يا حنفي؟ انت فين؟ انا اهو. انت هنا يا اخويا. يلا يا حنفي، يلا يا حنفي، لايمها يا حنفي. مش هلايمها، عديها النهارده يا حنفي بدل ما اجيب اجلك. مش هعديها وهتجوز شينيفر. بص يا حبيبي انا مش هقتلك ولا هذبحك ولا هخلوك. امال ايه حنفي؟ ايه عشان خاطري إيه؟ نبتدي انا وانت صفحه جديده النهارده. صفحه جديده ايه؟ انا فاضل لي 3 صفحات في حياتي عايز اعديهم مع شينيفر. شينيفر يا حنفي إيه؟ يا حنفي عديها يا حنفي. وربنا ما يعديها. هتعمل ايه يعني؟ بقول لك عديها يا حنفي. بحبها يا اخي، بحبها. صوتي. طب بص يا حنفي، إيه؟ تعدل كده وانا هعدل لك الطاقيه يا عينيا. بص لي يا حنفي، اديني بصيت لك يا ولية. انا بصيت فيا انا بكلمك كده؟ ما انا بصيت لك يا حنفي. بصي لي، بصي لي. عيط هقهرك وهتجوزها يا حبيبي. اتقهري. طب بص يا حبيبي، ايه؟ بص يا حبيبي، ايه؟ انا قلت لك هبتدي معاك صفحه جديده. هكتب لك العشر فدادين اللي حلت هعمل بيهم ايه؟ هجري فيهم وانا فلاح؟ انا بحب شنيفر، بحبها يا حنفي. ما تقولش الكلام ده قدامي. هقوله يا واد هعجنك. يا واد ارفعي ايدك. طب ارفعي ايدك. اقعدي بقى، اقعدي بقى، اقعدي. بص يا حنفي، يا وليه كل شويه بص بص وانا بص فيهم؟ انا بص يا اسطى. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ مجنونه يا بنت المجانين؟ هتجوزها؟ اتجنني؟ انت لسه شفت حاجه؟ انا عايز اشوف. بص بقى الحكايه، بص دي يا بنت المجنونه، يا امكم اتجننت. ام حوش عني يا ولد الكلب. طب ارفعي ايدك، ارفعي ايدك عشان تعرفي. انت اللي انت اللي ترفعي. ارفعي، اقعدي بقى، اقعدي بقى. فلقتي يخرب بيتك. طب بص، بص برضه الحكايه، بص دي وانا اعمى وليه؟ ما انا شايفك. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ هتجوزها وهقهرك. انت بص بقى، بص بقى، ايه انت النهارده هتجيب، هجيب اجلك يا حنفي. حد يخلص حد في الخناقه دي، اتفولت قوي. Please welcome a beautiful and versatile entertainer and actress, Jennifer Lopez. In the multiple Oscar-nominated film Crash, many strong and opposing feelings are brought to the surface. Prejudice and tolerance, forgiveness and resentment, sin and redemption. In the opening scene, we are told that people feel so isolated these days. The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker, the nominated song In the Deep will be performed tonight by the woman who also wrote the lyrics as well as the music, Kathleen Bird York. يا نهار اسود، كيداهم وربنا كيداهم. مهما تتنكري جنابك المدلدله كشفتك خلاص. يا ترى هتعمل فيها ايه؟ The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker. لا انا كده باذي اللي بحبه. انا هنسحب من الحب ده، ما اقدرش اذيك يا شنيفر، ما اقدرش. انا حاسس ان انا قاعد في حته غلط. ايه ده؟ انت مجنونه ولا ايه؟ ما كرسي فاضي قدامك، ايه اللي قاعدك مكاني؟ ايه القرف ده؟ ما تخافيش يا حلوه، انا قلبي حنين، حموتك بالراحه. حته حته هقطعك يا شنيفر. صحيح ذبحوا المعلم؟ صحيح ذبحوك يا معلم؟ ذبحوني ايه يا ابن العم؟ ما انا رقبتي في جسمي قدامك. خلينا نشوف البلوه دي بقى. اوعك هيداهم. اهدي واستهدي بالله، ايه اللي جرالك؟ اوعي تمسيها بالسكينه اللي خلي ليلتك زي الزفت. انت اتجننت يا ام العيال. اتجننت؟ اتجننت؟ دي كلمه قليله من اللي شفته منك يا حنفي. ده انا قلبي ده شايل ومعبي منك بلاوي. ده انا فوتت لك كتير، جوازه واتنين، واقول يا بنت عدي عشان المركب تمشي، لكن انت ما بتتهدش، ما بتهمتش ولا ايه؟ جرالك ايه؟ خلصت يا اخويا عن نسوان المحل ورايح تلقط لي من بره بقالش نفر؟ ايه ايه ما قطعتك يا بنت اللذينه انت؟ بصراحه كده من اللي حق، انت السبب.
انا بصراحة مقهور في بيتي، مش حاسس ان انا راجل في بيت، انا حاسس ان انا راجل في الفرن. بس انا عامل ازاي في الفرن يا اسد يا معلم؟ اما بدخل على الرغيفه بتعمل ايه يا بتنط في الاكياس يا معلم؟ مين اللي بيلسع الزبان بالقفان يا ايدك الحلوه دي يا معلم؟ اسلوبك، اسلوبك الوحش كيداهم هو اللي خلاني ابص للمستوى الرخيص زي جنيفر وامثالها. اهدي بقى، اهدي وعقلي، انت عندي احلى من جنيفر وارق من جنيفر واطعم من جنيفر. صح صح يا بصراحه. لا يا معلم يا صح يا معلم، صح صح. شفت الكلام الحلو ما اثرش فيك بذمتك؟ لا اثر فيا يا حنفنة، اول مره اسمع منك الكلام الحلو ده يا حياتي. عشان شفت دموع الحب في عينيك يا كوكو. بس انا ما عيطتش يا حنفنة. من مدمع ليه؟ اصل نور اللمبه ضرب في عينيا يا عينيا. الف سلامه عليك وعلى عيونك يا حلوه. تعيش لي يا حنفنة. تعالي تعالي يا كيداهم، نرجع عشينا جميله كيداهم ونقعد في فرننا يا حياتي. يلا حطيلي في حمايتين زي زمان وولعيهم ونتفرج على افلام رعب. وايه كمان يا حنفنة؟ وكل السعاده اعوضك عن كل الايام السودا اللي وريتها لك يا حبيبي. يا حنفنة ده انت اللي حبيبتي يا حضره الضابط. المتهمة حضرة الضابط اهي كانت عايزة تقتل خطيبتي الانسة جينيفر لوبيز. جينيفر لوبيز؟ حضرتك مين ان شاء الله؟ الباتشينو؟ لا مش للدرجات دي، مش للمستوى ده، انا المعلم حنفي برضه. اتفضل القضية كاملة بالسلامة يا حنفي. كده يا حنفي كده تسلمني للضابط يا حنفي. يلا مجنونة. مجنونة ايه؟ ولا يلا مجنونة. يلا يا هبلة خدوها. بالسلامة بالسلامة حضرة الضابط. انا لازم اجي اخدم العداله للاخر، انا بحب اخدم العداله والحكومه. انا عايز ابلغ على الواد دوت بيبيع خرشوفه يا باشا وكل خرشوف. الناس عارفه كل الناس كمان تبيع خرشوفه. والله بيبيع خرشوفه. تعالى يا حبيبي بتبيعني عشان كنتلو يلا يا حبيبي. يلا يا هات من هنا، سيبونا بقى غرف ده، خلونا نعيش مع القمر دي. احنا اسفين للي حصل، معلش وليه مجنونه معلش، بس هعوضك يا جميل. اوعى سواق تطلع تحتيك نعمه او النبي نعمه.